الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، اسمحوا لي النهاردة نعمل مراجعة سريعة على الجزء الخاص بالسنترال نيرفس سيستم. والنهاردة إن شاء الله هتكون موادعنا عبارة عن أول حاجة هنتكلم عن الجانجليا، التعريب بتاعها، أنواعها، والتركيب بتاع كل نوع. تاني حاجة هنتكلم عن السنسوري نيرف أندينجز أو السنسوري ريسبتورز، هنتكلم عن أنواعها، تركيبها، وبالتالي تركيبها هيحدد وظيفتها، وظيفتها هتحدد مكانها. ثالث حاجة هنتكلم عن السباينال كورد، هنتكلم كده سريعا كلمتين عن الاناتومي وعن التركيب بتاعه. رابع حاجة هنتكلم عن السريبرم والسريبيلم في التركيب بتاعهم. خامس حاجة هنتكلم عن الاير، الاير اللي هي عبارة عن الاكسترنال اير، الميدل اير، والانر اير، ونخص بالذكر في الانر اير الفيستيبولر جهاز الاتزان والاوديتوري جهاز السمع. هنتكلم برضو عن الاي، عن الثري كوتس بتاعتها اللي هي الاكسترنال كوت، الميدل كوت، والانر كوت. واخيرا هنتكلم عن الاكسسوري ستراكشر بتاعه الاي بول اللي هي التركيبات المتعلقه بالاي بول زي الكونجكتيفا، الاي ليد، واللاكريمال جلاند. وخلي بالكم في فيديو العملي اللي هو بتاع الدياجرامز والفوتوز هنتكلم عن نفس الايتيمز دي بالظبط، هنضيف عليها السباينال كورد ات ديفرنت ليفلز. يعني لما اخد كده سباينال كورد مقطع في ايه، في الليفلز المختلفه هنشوف في ايه. فهذا الجزء انا مش هتعرض له في مراجعه النظري لانه اوريدي انا ذكرته في مراجعة العملي. وخلينا نبتدي مع بعض باول جزء عندنا الا وهو الجانجليا. ونقول هي الجانجليا عبارة عن ايه؟ الجانجليا عبارة عن تجمعات للنيرف سيل بوديز بتبقى متغطية بكونكتيف تيشو كابسول عشان تحميها. هذه التجمعات بتبقى موجودة خارج السنترال نيرفس سيستم، يعني بتبقى تبع البريفرال نيرفس سيستم، بتبقى موجودة على المسار بتاع البريفرال نيرفس او الاعصاب الطرفية. طيب البريفرال نيرفز دي عندي انواع، في منها كرينيال، وفي منها سباينال، وفي منها اوتونوميك. يبقى اذا ده يخليني اقول ان انا عندي في نوعين من الجانجليا، نوع بقول عليه كرينيو سباينال جانجليا، وده من اسمه بيبقى ايه، بتبقى موجوده على مسار بعض من الكرينيال نيرفز، ليست كل الكرينيال نيرفز، وبتبقى موجوده along كل السباينال السباينال نيرف. وهذه الجانجليا بتبقى sensory in function. sensory يعني ايه؟ يعني بتيجي وتستقبل السنسيشن من الأورجان وتروح توصله على ايه؟ على السباينال كورد او السنترال نيرفس سيستم. وتاني نوع من الجانجليا اللي بقول عليها الاوتونوميك جانجليا، ومن اسمها دي بتبقى موجودة على امتداد الايه؟ السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك نيرف. وهذه الجانجليا بتبقى موتور ان فانكشن. موتور يعني ايه؟ يعني بتيجي تستقبل النيرف امبلس من السباينال كورد وتقوم جاية وموصلة على الاورجان. الاورجان ده بيكون عبارة عن انفولانتري ماسل عشان يحصل لها كونتراكشن، او جلاند عشان يحصل لها سيكريشن. عايزين كده نشوف وجه المقارنة ما بين الكرينيو سباينال جانجليا وما بين الاوتونوميك جانجليا. أول حاجة زي ما قلنا إن الكرينيو سباينال جانجليا بتبقى موجودة على امتداد بعض من الكرينيال نيرف وكل السباينال نيرف، واللي موجودة على السباينال نيرف بسميها الدورسال رود جانجليا، لأن إحنا زي ما أخذنا أو عرفنا إن الدورسال رود بتاع السباينال نيرف ده اللي بيبقى سنسوري إن فانكشن. طب هي بيبقى شكلها ايه؟ بتبقى اولا كبيرة في الحجم، وبتبقى بيضاوية، وليها كبسول كده تخين بيغطيها علشان يحميها، عشان دي بتبقى معرضة اكتر للسطح. بيخرج من الكبسول ده سبتة، كونكتيف تيشو سبتة، بيبقى تخين برضو زي ايه؟ زي الكبسول، وبيبقى ماشي متوازي للايه؟ للكبسول. طيب تعالوا نشوف النيرف سيل بوديز اللي موجوده جواها وضعها ايه. بيقول لك والله بيبقى عددها قليل شويه، وبتبقى ماشيه ايه، ها، في مجاميع كده بالمنظر ده، ادي مجموعه وادي مجموعه وادي مجموعه. نوع الجانجليون سيل ايه؟ نوعها بيبقى عباره عن السودونيبولار نيرف سيل. وقلنا ان السودونيبولار خليه ليها سيل بودي بيطلع منها زي عنق كده، العنق كده بيجي يتفرع لايه، ها، لبروسيس بالمنظر ده، تو بروسيس زي حرف التي. واحد منهم ها يقوم جاي كده بنهايته ويتفرع جوه الاورجان، بحيث ان هو يستقبل السنسيشن من الاورجان ويروح يوصله along هذا البروسيس لايه؟ للسيل بودي اللي موجوده في الجانجليا. فاسمي هذا البروسيس ايه؟ بريفرال بروسيس. وبعد كده النيرف امبلس ينتقل من هذه الخليه ها عن طريق هذا البروسيس يروح على السي ان اس، فسمي هذا البروسيس السنترال بروسيس. خلينا اقول لك ان
السيل بودي بتاعت السوديني بولر نيرف سيل بيبقى حجمها كبير، وبتبقى النواة بتاعتها موجودة في النص، وبتبقى متحوطة بطبقة كاملة من ايه؟ من الخلايا الداعمة اللي بقول عليها الساتلايت سيل، الخلايا اللي بتبقى محوطاها كده، ها زي ايه؟ زي القمر الصناعي. علشان ايه؟ عشان تدعم لك هذه الخلايا وتوفر لها ايه؟ وتوفر لها التغذية. فعشان كده بعتبر هذه الخلايا الداعمة كأنها كده كبسول محفظة محوطة الخلايا، عشان ايه؟ عشان تحميها. وزي ما قلنا ان الطبقة دي بتبقى كومبليت، وكلمة كومبليت معناها انها كاملة متكاملة ماسكة ببعض زي الطبق كده اللي ايه؟ اللي محوط هذه الخلية. طب في حاجة تانية موجودة جوه الجانجليا؟ في نيرف فايبرز موجودة جوه الجانجليا. النيرف فايبرز دي اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن الايه؟ السنترال والبريفرال بروسس بتوع مين؟ بتوع السودينيبولر نيرف سيل. وخلينا اقولك ان هذه البروسس بتبقى تخينة ومتغطية بمايلين، وده ليه؟ عشان توصل لي الاشارة العصبية بسرعة، عشان توصل لي السنسيشن بتاعي بسرعة على السي ان اس. والنيرف فايبرز دي بتبقى موجودة جوه السبتة، فبالتالي بتكون هي كمان زي السبتة متوازية لمين؟ للكبسول. طيب تعالوا نشوف الاوتونوميك جانجليا وضعها ايه. والله الاوتونوميك جانجليا زي ما احنا قلنا بتبقى موجودة على امتداد السيمباثاتيك والباراسيمباثاتيك نيرف. طيب شكلها ايه؟ عكس الكرينيوسباينال، بتبقى صغيرة في الحجم وبتبقى مدورة، والكبسول اللي محوطاها بتبقى رفيعة لان هي بتبقى ايه؟ less exposed. وخلينا اقول لك برضو ان السبتة اللي بتطلع من الكبسول بتبقى ايه؟ بتبقى رفيعة وايه؟ ها زي ما احنا شايفين، وماشية بطريقة غير منتظمة، مش متوازية بقى للكبسول زي في حالة مين؟ الكرينيوسباينال جانجليا. طب يا ترى الخلايا اللي موجودة جوه وضعها ايه؟ بيقولك ان الخلايا اللي هي الجانجليون سيل بتبقى عددها كبير، وبتبقى منتشرة يعني منتشرة في كل الجانجليا، مش مترصصة بقى في مجاميع زي بتاعت الكرينيوسباينال. وبيبقى نوع الخلايا دي مالتي بولر يعني ايه؟ يعني شبه النجمة كده، بيبقى ليها كذا بروسيس او دندرايت طالع من السيل بودي بتاعها، وليها اكزون واحد بالمنظر ده، فبتباخد بالظبط شبه النجمة. هذه الخلايا بيبقى السيل بودي بتاعها بيبقى اصغر من بتاع الكرينيوسباينال جانجليا، والنواة بتاعتها بتبقى اكسنتريك يعني ايه؟ يعني رايحة كده ناحية طرف الخلية. وهذه السيل بودي بتبقى متحوطة بساتلايت سيل برضو، لكنها بتبقى طبقة انكمبليت يعني ايه؟ يعني ما هياش ايه؟ زي الطبق كده حواليها، لان ايه؟ لان الدندرايتس اللي طالعة من السيل بودي قطع هذه الطبقة، فمخليها طبقة غير متكاملة انكمبليت. طيب وضع النيرف فايبرز اللي هنا ايه؟ بيقولك ان النيرف فايبرز اللي هي ماشية جوه السبتة بتبقى رفيعة ومعظمها unmyelinated، وده بيدل على ايه؟ بيدل على ان التوصيل في الاوتونوميك نيرفس سيستم بيبقى ايه؟ بيبقى ابطأ. وبما انها ماشية جوه السبتة، وبما ان السبتة ماشية بطريقة غير منتظمة، فهي كمان هتبقى النيرف فايبرز موجودة بطريقة غير منتظمة. طب يا ترى عايزة اعرف هل في ساينابس بيحصل جوه النوعين من الجانجليا ولا لا؟ خلينا كده نشوف مع بعض. ادي كرينيوسباينال جانجليا، الكرينيوسباينال فيها جواها السيل بودي بتاع سودونيبولر طالع منه بروسس ناحيه الاورجان البريفرال، وبروسس تاني السنترال ناحيه السنترال نيرفس سيستم. فاذا جوه الجانجليا مفيش اي ساينابس حصل ما بين اي تو نيورونز. لكن تعالى لي في الاوتونوميك جانجليا، هنا بيحصل ساينابس ما بين ايه وايه؟ ما بين الخلية العصبية اللي هي بتبقى موجودة في السباينال كورد اللي بقول عليها الايه؟ البري ساينابتك نيورون. ادي الاكزون بتاعها اهو، هيدخل جوه الجانجليا ويعمل ساينابس مع الجانجليون سيل. فبقول ان حصل جوه الاوتونوميك جانجليا بيبقى فيه فعلا ساينابس ما بين الاكزون بتاع البري ساينابتك نيورون وما بين الجانجليون سيل. طيب يا ترى وظيفة الكرينيوسباينال زي ما قلنا انها بتبقى سنسوري، ها بتستقبل السنسيشن من الاورجان وتوديها على السي ان اس، لكن الاوتونوميك بتبقى موتور بتستقبل النيرف امبلس من السي ان اس وتوديه على الايه؟ على الاورجان. كده احنا خلصنا الجانجليا، ونروح بعد كده على السنسوري نيرف اندينجز او النهايات العصبية الحسية او السنسوري ريسبتور مستقبلات الاحساس، اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي هتيجي تستقبل السنسيشن من الأورجان وتوديه بعد كده على الجانجليا.
وخلينا أقول لك إن هذه النيرف إندينجز أو النهايات العصبية ما هي إلا عبارة عن نهاية البريفرال بروسس بتاع مين؟ بتاع السودوني بولر نيرف سيل اللي موجودة جوه الكرينيو سباينال جانجليا. هذا البريفرال بروسس بيجي كده في نهايته ويقوم جاي متفرع تفرعات تدخل جوه الأورجان عشان تستقبل هذا الإحساس وتنقله بعد كده ألونج البريفرال بروسس للجانجليا. وخلينا متفقين في قاعدة النهاردة إن عشان نهاية النيرف تبقى حساسة لازم تفقد المايلين شيز بتاعتها، لازم النيرف اندكس دي تبقى نيكد أو حساسة أو إيه أو متعرية أنا أسفة عشان إيه عشان تبقى إيه تبقى سنسيتيف أو حساسة لهذا السنسيشن. طيب خلينا نشوف مع بعض هي ايه انواع السنسوري ريسبتورز. عندي في نوعين، نوع بقول عليه النون انكابسوليتد ونوع بقول عليه الانكابسوليتد. وكلمه نون انكابسوليتد معناها ان هو ملوش كبسول، وده عباره عن ايه؟ عباره عن اول نوع اسمه الفري نيرف اندينجز او النهايات العصبيه الحره اللي بتتفرع بحريه، اللي هي منها مستقبلات الالم البين ريسبتور ومستقبلات الحراره الثيرمو ريسبتور. تاني نوع اللي اسمه بليكسس اوبوني، وتالت نوع اسمه الميركلز ديسك. والنوع الثاني من السنسوري ريسبتور اللي هو له كبسول واللي بقول عليه الانكابسوليتد نيرف اندنج. طيب انا عايز اعرف دلوقتي اولا ايه هي وجه الاختلاف ما بين الانواع المختلفه من النون انكابسوليتد نيرف اندنجز اللي هي ما بتبقاش متحوطه بكبسول. وناخد اول نوع عندنا اللي بقول عليه البين ريسبتور. البين ريسبتور ده من اسمه هيستقبل ايه؟ هيستقبل الالم. ايه التركيب بتاعه؟ زي ما قلت لك انا عندي فيه ايه؟ عندي فيه البريفرال بروسيس بتاع الايه كرينيو سباينال جانجليا اللي هو السودي بولر نيرف سيل، هيجي ويقوم جاي ويفقد المايلين شيث ويقوم جاي يخترق البيزمنت ممبرين بتاع الابيثيليوم ويقوم جاي بعد كده متفرع تفرعات حره طليقه تمشي ما بين ايه؟ ما بين خلايا الابيثيليوم بالمنظر ده. ليه؟ علشان تيجي تستقبل البين سنسيشن، احساس الالم. عشان كده بسميها نوشي سيبتورز او في ناس بيسموها نوسي سيبتورز، ها الاثنين كده او كده، معناها ان هي مستقبلات الالم لان كلمه نوسي معناها تهرت او يؤلم. طب يا ترى البين ريسبتور اشهر الاماكن فيها موجوده فين؟ ما احنا لسه قايلين موجوده في الابيثيليوم. في الابيثيليوم بتاع مين؟ قاعده. اكتر مكان غني في جسمك بالمستقبلات الاحساس اللي هي عباره عن السكين. وموجود فين في السكين؟ موجود في الابيثيليوم بتاعه اللي هو في الابيديرمس. وخلي بالك ان هو بيجي البين ريسبتورز دي او النيرف اندنجز دي تتفرع ما بين الخلايا بتاعه الابيديرمس لحد ما توصل للطبقه الثالثه من الابيديرمس اللي كنا بنقول عليها الجرانيولار لاير وستوب. تقف لحد كده. ليه تقف لحد كده؟ يعني ما تكملش لحد الطبقة الرابعة والخامسة. عشان ايه؟ عشان ما تبقاش النيرف فايبرز دي اكسبوزد او معرضة للسطح. مكان برضو اخر بيبقى موجود فيه البين ريسبتورز بطريقة كبيرة جدا اللي هي الكورنيا. ليه؟ علشان ده نوع من انواع الحماية لعينك. موجوده برضو في البقه الميكوزا اللي هو الجزء الايه اللي هو الجزء بيبقى جوه الخد. عشان كده لما بيحصل لك قرحه وجزء من الابيثيليوم بيقع، ها بيبقى ايه؟ بتحس بالم جامد جدا لان الايه النيرف اندنج هنا بتبقى معرضه للسطح. اشهر الاماكن برضو اللي فيها اللي هو عباره عن الكونكتيف تيشو بتاع مين؟ الم الودان والم السنان، التيمبانيك ميمبرين طبله الودن، والدنتال بالب اللي هي بيبقى ايه في السنان اللي موجود فيها النيرف. موجود برضو البين ريسبتور في الماسكروسكيليتال اورجان بتاعك، في المصل، في الجوينت، في البين. عشان كده انت بتحس بالم عضلات، الم مفاصل، الم في العظم. وبرضو موجوده كمان في الفيسرا او الاحشاء الداخليه بتاعتك، زي مثلا الم بتاع مين؟ ها زي مثلا الم بتاع الألم الكلوي. طيب تاني نوع عندنا من الريسبتور اللي هي عبارة عن الثيرمو ريسبتور. وهنا هثبت نفس الرسمة. هثبت نفس الرسمة ليه؟ ها لأن خلي بالك النيرف فايبر اللي هو عبارة عن البريفرال بروسس بتاع السودوني بولر بعد ما بيفقد المايلين ويتفرع، بعد من هذه التفرعات تخترق البيزمت ميمبرين ويبقى اسمها ها البين ريسبتور اللي بتتفرع ما بين خلايا الابيثيليوم. لكن بعض من النيرف اندنجز الثانيه ما بتخترقش البيزمت ميمبرين
وتفضل في الطبقة اللي تحت الإبيدرمس اللي بقول عليها الديرمس. أفين بالضبط في الديرمس؟ في السوبرفيشيال بارت بتاع الديرمس، في الجزء السطحي عند الجنكشن ما بين الإبيدرمس وإيه؟ والديرمس. وتيجي كده تمشيها زي كده حرف التي، وتشتغل كمستقبلات لإيه؟ للحرارة، يعني تحس الحاجة دي سخنة ولا ساقعة. ويجي السؤال، هي ليه ما دخلتش وتفرعت ودخلت في الإبيدرمس؟ ليه هي موجودة في مستوى أقل من بتاعة البين ريسبتور؟ عشان يديك درجة من التحمل، تقدر ان انت لما تيجي وتقوم ماسك كوباية، كوباية سخنة كده، ما تجيش تقوم رميها مرة واحدة، تديك شوية درجة من التحمل. يبقى معنى كده يا شباب ايه؟ معنى كده ان البين والتمبريتشر هما الاثنين بيروحوا على نفس النيرف فايبر، بيمشوا على نفس البريفرال بروسيس، بيروحوا على نفس السودوني بولر جانجليا او السيلز اللي موجوده جوه الجانجليا، وبيروحوا بعد كده على نفس المكان في السي ان اس. يعني هما الاثنين بيبقوا ماشيين في نفس المسار بالظبط، وده طبيعي. انت لما بتيجي تتلسع بشمعه انت بتحس بايه؟ بالم وبتحس بحرارة. لما تيجي تمسح حاجة ساقعة قوي بتحس بألم وبحرارة. تالت نوع عندنا من النون انكابسوليتد اللي بقول عليه البليكساس اوبوني، والبليكساس ده من اسمه ان هو عامل شبكة، ان بيجي النيرف اندينجز نهاية النيرف، ويقوم جاي جاي كده ولافف لافف لافف حوالين حوالين بصيلة الشعر الهير فوليكل، عشان كده بسميه بيريتريكيال، يعني حوالين بيري، يعني حوالين بصيلة الشعر. طب هو بيلف حواليها كده زي الشبكة ليه؟ عشان يبقى حساس لإيه؟ للهير موفمنت اند تاتش، لما شعرك كده يتحرك او حد يجي يلمس شعرك. واخر نوع عندنا من النون انكابسوليتد نيرف اندينجز اللي بقول عليه الميركلز ديسك. ايه الميركلز ديسك ده؟ نفس الكلام، انا جاء عندي نهايه البريفرال بروسيس بتاع السودوني بولر، فقد المايلين شيز واخترق البيزمنت ميمبرين، وجاء بعد كده ايه اللي حصل؟ جاء وانتهى زي بجزء دايليتد كده، عامل زي الفنجان، قعدت على حجره مين؟ قعدت على حجره الخليه اللي اسمها الميركلز سيل، اللي كانت موجوده في الطبقه السفليه بتاعه السكين. فهما الاثنين كده مع بعض اشتغلوا كمستقبلات لمين؟ للتاتش اللي بقول عليه الفاين تاتش، اللي هو التاتش الخفيف ده اللي ما بيبقاش مصاحب للديب بريشر. فعشان كده بعتبر ان الميركلز ديسك ده بقول عليه ميكانو ريسبتور. يعني ايه؟ يعني بيستقبل حساس اي ميكانيكال ستيمولس، اي ستيمولس حركي. فاذا يا شباب، الميركلز ديسك ده هيبقى موجود فين؟ هيبقى موجود في الطبقة السفلية بتاعة الابيدرمس، البيزل لير، خاصة الابيدرمس بتاعة تيب بتاعة الفينجرز، اطراف صوابعك. عشان كده دايما بنقول ان اطراف صوابعك او طراطيف صوابعك دي بتبقى منطقة غنية جدا بالسنسوري نيرف اندينج. طب هي هنا هتستقبل ايه في التاتش؟ يعني هتحس ايه في التاتش بالظبط؟ هتحس بالملمس وال الشيب بتاع الحاجه. يعني انا كده بالظبط لما اقول لك غمض عينك واديك في ايدك كده مثلا، امسكك مج واقول لك قول لي المج ده الملمس بتاعه، هتقول لي ايه شكله، هتقدر توصفه لي وانت مغمض عينيك. فهي دي الوظيفه بتاعه مين؟ بتاعه الميركلز ديسك. نروح بعد كده على تاني نوع من الريسبتورز عندنا اللي اسمها الانكابسوليتد نيرف اندينج او ريسبتورز، اللي هي عباره عن المايسنر كورباسل، باسينيان ورافيني كورباسل. ونبتدي بأول نوع عندنا اللي هو عبارة عن المايسنر كورباسل. كلمة كورباسل معناها جسم، فإذا المايسنر دي إيه مواصفاتها؟ بتبقى عبارة عن كورباسل بتبقى صغيرة في الحجم وبيضاوية بالمنظر ده، وبتبقى واقفة كده عمودية على سطح الجلد. الكورباسل دي بتتكون من إيه؟ أول حاجة أنا عندي فيه النيرف فايبر اللي هو عبارة عنها البريفرال بروسيس بتاع السودوني بولر نيرف سيل، هيفقد المايلين شيس ويدخل من القطب الجنوبي كده اللي من تحت بتاع الكورباسل، ويجي كده يقوم يمشي زي الحلزون، يلف ويدور حوالين مين؟ حوالين الخلايا اللي قاعدة بالعرض هنا عندي، اللي هي عبارة عن خلايا المفلطحة بتاعة الجفانسل. ايه فايدة الجفانسل هنا؟ فايدتها انها خلية داعمة بتيجي تدعم لك هذا النيرف وتغذيه. طيب يا ترى
هو ليه النيرف ماشى زي الحلزون بالمنظر ده، وليه الكورباسل واقفة بالطول بالمنظر ده؟ علشان هذه الكورباسل متخصصة في إنها بتحس برضو بإيه؟ بالفاين تاتش. يعني هي برضو عبارة عن ميكانو ريسبتور زي مين؟ زي الميركل. فافتكرها مايسنر وميركل الاثنين بالام، الاثنين ميكانو ريسبتور وهما الاثنين بتوع الفاين تاتش. وعايز تقول تاتش على طول من غير فاين تاتش؟ صح برضو مش غلط. بس هنا انهي نوع من التاتش؟ التاتش بتاع الحاجه اللي ماشيه اكروس ذا سكين، يعني حاجه كده زي حشره مشت ايه، مشت على جلدك. فالحشره اللي ماشيه دي هتعمل ايه؟ هتيجي تلمس الجلد بتاعك وايه، وتعمل فيه كده زي ايه، بريشر خفيف قوي قوي قوي. فهذا البريشر الخفيف هيعمل ايه؟ هيضغط لك على الايه، كورباسل، فيعمل لك ايه في النيرف اللي ماشي زي الحلزون ده، يقوم جاي ضاغط عليه. فلما يضغط عليه يحصل ستيميوليشن لهذا النيرف. طيب انا عايز اعرف هي الكورباسل دي بتبقى موجودة فين بالظبط؟ ها، ما قلنا قبل كده ان اكتر مكان هو السكين. بس فين في السكين؟ خلي بالك الإبيديرمس هيبقى موجود فيه البين ريسبتور وهيبقى موجود فيه الميركلز. فبما ان المايسنر دي بتستقبل برضو فاين تاتش، فهي لازم تكون موجودة برضو سوبرفيشيال. سوبرفيشيال فين؟ تحت الإبيديرمس على طول. فين في الديرمس؟ فين في الديرمس؟ يعني ها، في الطبقة اللي بقول عليها البابيلاري لاير بتاعت الديرمس، اللي هي الطبقة السطحية من الديرمس، في التجاويف اللي احنا كنا بنقول عليها الديرمال بابيلي، التجاويف اللي بتبقى تحت الإبيديرمس مباشرة. طيب الإبيديرمس بتاع مين بالظبط؟ بتاع مين؟ بتاع الثيك سكين. خاصة الثيك سكين اللي هو مين يا شباب؟ ها، بتاع مين بالظبط؟ افتكرها كده بإيه؟ بالزغزغة. المايسنر ده بتاع الزغزغة. انت لما بتيجي تزغزغ، ها، تقوم جاي كده بالتيب بتاعت الفينجرز بتاعتك، ها، على ايه؟ على بطن رجل صاحبك، وتقوم مزغزغه. فإذا هي موجودة في التيب بتاع الفينجرز. بص برضو التيبس بتاع الفينجرز بيتكرر ازاي، ها، وموجودة فين؟ موجودة في الصل بتاع الفوت، يعني بمعنى آخر موجودة في الأماكن اللي هي ايه؟ اللي هي ما فيهاش هير، ما فيهاش الهير. هي برضو تعالوا نربط الكلام ببعض. هو لما بيجي واحد يزغزغك فبإيده كده، ها، بيمشي أكروس ذا سكين، فالحركة دي تقوم عاملة إيه؟ ضغطلك كده ضغطة خفيفة على المايسنر، تقوم عاملة لك إيه في هذا النيرف الماشي زي الحلزون، تقوم جاي وضغطاه. وبتبقى موجودة فين كمان؟ بتبقى موجودة في السكين بتاع الليب، واحنا خدنا ان الليب من الاماكن الغنية بالتاتش ريسبتور. موجودة في النيبل، وكنا اخدنا وقتها ان النيبل بيبقى موجود فيه المايسنر كورباسل، والكورباسل بعد كده اسمها الباسينير كورباسل. علشان ايه؟ عشان لما البيبي اثناء السكلينج او الرضاعة يلمس النيبل بشفايفه، ها، ايه اللي يحصل؟ يحصل استيميوليشن للمايسنر والباسينير، فده بيحصل نتيجة ايه؟ ها، ريفلكس ايجكشن لمين؟ للميلك. نروح لتاني كورباسل عندنا اللي هي عبارة عن الباسينيان كورباسل. والباسينيان كورباسل بقى مش زي المايسنر، لا دي بتبقى كبيرة في الحجم وبتبقى بيضاوية وبرضو متغطية بكبسول. وبتلاقي ان النيرف فايبر هنا بيجي بيدخل بواكاره باحترامه بالمايلين بتاعه جوه الكورباسل، ها، وبعد كده يفقد هذا المايلين ويمشي بعد كده متعري في خط مستقيم لحد ما يوصل للنهاية التانية من الكورباسل. طيب هلاقي ايه كمان جوه الكورباسل؟ هتلاقي ان فيها خلايا ماشية داير ما يدور داير ما يدور في طبقات عددها من 30 ل 60 طبقة حوالين هذا النيرف. فبتدي منظر كده عامل زي منظر قلب البصلة. يا ترى ايه الخلايا دي؟ خليتين. اول واحدة، ها، فلاتن جوانسل، يعني جوانسل برضو مبططة عشان تدعم لك هذا النيرف، وكمان بيبقى فيه فايبروبلاست. ايه وظيفة الفايبروبلاست هنا؟ ها، ان الفايبروبلاست دي هتيجي تفرز لك شوية كولاجين جوه الكورباسل، فتخلي لك الكورباسل دي فيها شوية درجة من النشفان. ومش كده وبس، كمان جوه الكورباسل هتلاقي فيه شوية تيشو فلويد. ايه فايدة التيشو فلويد ده؟ فايدته ان هو يخلي لك الكورباسل دي من جوه، ها، فيها زي شوية مية. ففي معنى فيها شوية مية ايه؟ ان هي من برة هتلاقيها يعني ناشفة شوية، بس نتيجة لوجود المية اللي جواها، ها، لما تيجي تضغط عليها هتنضغط بالظبط كده زي الكورة المطاط. ها، تحس انها من برة ناشفة، لكن لما تضغط عليها هتلاقيها ايه؟ بتنضغط. يبقى معنى كده انا متوقع
ايه وظيفة الباسينيان كورباسل؟ ان هي هتبقى حساسة لمين؟ للضغط، للبريشر. وكلمة بريشر معناها ايه؟ ان انت كده لما اجي امسكك في ايدك حاجة تعرف اذا كانت خفيفة ولا تقيلة، لما اديك كده واشيلك ايه شنطة كده بصوابعك، ها تعرف الشنطة دي خفيفة ولا تقيلة. فاذا ببساطة شديدة يا شباب، انا لما هاجي حمسك حاجة بايدي، ها هتقوم جاية على الكورباسل دي تقوم ضغط عليها، فلما تضغط عليها ايه اللي يحصل؟ هذه الطبقات تنضغط فتقوم جاية ضغطالك على النيرف فتعمل فيه ستيميوليشن. خلينا اقول لك ان الباسينيان كمان بتبقى حساسه للفايبريشن، وكلمه الفايبريشن او الذبذبات معناها اي حركات سريعه متتاليه، زي مثلا ايه؟ حركات الشوكه الرنانه اللي لو جيت حطيتها على السكين، ها هتقوم جايه عامله لك ايه في الباسينيان دي؟ تقوم جايه في الطبقات دي تعملها ديفورميتي، تقعد كده ايه بفعل تك 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 تغير في شكلها تك 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 تك، فتقوم جايه الطبقات دي ضغطالك على هذا النيرف فتقوم عامله فيه برضو ايه؟ ستيميوليشن. يبقى اذا هي بتعتبر برضو واحدة من الميكانو ريسبتور. ادي تالت ميكانو ريسبتور عندنا، مايسنر، ميركلز، والباسينيان. يبقى انت متوقع هتبقى موجودة فين بالظبط؟ هتبقى موجودة برضو في السكين. ما احنا قلنا قاعدة عندنا ان اللي كله هيبقى موجود في السكين، لكن خلي بالك ان دي بتاعة بريشر ضغط. يبقى هل هتبقى موجودة في السوبرفيشال بارت من السكين ولا هتبقى موجودة في الديب بارت؟ لا دي فعلا هتبقى موجودة في الديب بارت في السكين. فين يعني؟ في الديب ديرمس او ايفن في الهايبوديرمس بتاعة السكين. وفي السكين دايما كده شباب بتبقى قاعدة كده متوازية زي ما انت شايف كده لسطح الجلد. ليه هتبقى قاعدة متوازية؟ عشان انت لما تيجي تضغط على الجلد كده، ها بحاجة انت شايلها، فيقوم جاي ضاغط على هذه الكورباسل، على هذه الطبقات، فتقوم جاي ضغطالك على النيرف يحصل له ستيميوليشن. طيب السكين بتاع مين برضو؟ نفس الكلام، الفينجرز بتاعتك، صوابعك. زي ما قلت لك انا لما هديك حاجه، ها في ايدك كده تمسكها تعرف الحاجه دي تقيله ولا خفيفه. هتبقى موجوده في الاكسترنال جينيتاليا، وبيبقى ليها هنا دور مهم جدا في عمليه السكشوال اراوزل او الاثاره الجنسيه اللي بتنتج من الحركات الايه المتتاليه السريعه. وبتبقى موجوده برضو في البريست، خاصه النيبل، زي ما قلنا مع الباسينيان ان هم ايه، ها ان هم الاثنين لما بيحصل لهم تاتش، ها بالساكلينج بتاعه الانفانت، بيعملوا ايه؟ ريفلكس ايجكشن للميلك. بتبقى موجودة برضو في الماسكروسكيليتال سيستم بتاعك، في المصل، في التندون، في الجوينت، في البريوستيوم. ليه؟ علشان باسينيان دي يا شباب واحدة من البروبريوسيبتورز اللي هي بتحس بالبوزيشن والموفمنت بتاعة جسمك. يعني ايه؟ يعني بتحس هل انت جيت فردت دراعك ولا تنيته، فردت رجلك ولا تنيتها، فردت جسمك ولا تنيته. كل دي بقول عليها البروبريوسيبتيف سنسيشن. بتبقى برضو موجودة في البريوستيوم عشان لما اجي احط شوكر ان انا عليه احس بهذه الذبذبات. بتبقى موجودة كمان الباسينيان في الفيسرا بتاعتك، زي اليورينري بلادر وفي البانكرياس. وفي اليورينري بلادر قلنا بتبقى موجودة في الول بتاعها عشان لما البلادر تتملى بالبول ايه اللي يحصل؟ يضغط على هذه الباسينيان فايه، ها فتبعت على السي ان اس ويحصل ريفلكس ميكتوريشن. اما وجودها في البانكرياس يا شباب فحصل عليها قوانين كتير جدا، ها وفي منها شوية اجتهادات اتقالت ان وجودها في البانكرياس ها له علاقة بالسكريشن او بالفلو بتاع الدايجستيف جوس. بمعنى ايه؟ ان البنكرياس ده لما بيجي يفرز الدايجستيف جوس بتاعه، العصارة بتاعته، ها فبيحصل ان ايه؟ ان القنوات بتبتدي ان هي تتملأ بهذه الدايجستيف جوس، فده بيضغط على الباسينيان كورباسل تبتدي ان هي تبعت على السي ان اس عشان يحصل ايه؟ ريفلكس امبلس من السي ان اس تستيميوليت الفلو بتاع السكريشن من خلال الدكت. بس زي ما قلت لكم ان البنكرياس او وجود الباسينيال في البنكرياس مازال هو اجتهادات شخصيه، ولسه ابحاث كتيره جدا قايله ان هي مش عارفه وجودها في البنكرياس سببه ايه بالظبط. طيب تالت كورباسل عندنا اللي هي عبارة عن الرافيني كورباسل، والكورباسل دي بتبقى برضو صغيرة في الحجم، وبتبقى ايه؟ وبتبقى ليها كبسول، وبتبقى مطولة بالمنظر ده، وبتبقى قاعدة ها مالها برضو زي الباسينيان متوازية او موازية لسطح الجلد، وحنعرف برضو هي ليه قاعدة كده.
طيب هي ايه المحتوى بتاعها؟ خلينا اقولك ان الكورباسل دي بتبقى موجودة في الدرمس، فعشان كده ها بتبقى جواها الكولاجين بتاع الدرمس. اللي بيحصل ان البريفرال بروسيس بتاع السودي بولر بعد ما بيفقد المايلين شيز بتاعه بيدخل من الكورباسل من الجنب ويتفرع تفرعات كتيرة ما بين الكولاجين فايبرز دي. فايه اللي يحصل عشان خاطر ايه؟ علشان خاطر لما يحصل بريشر على الجلد ها، فايه اللي يحصل؟ يجي يضغط على هذه الكورباسل فتضغط على الكولاجين، فالكولاجين يضغط على النيرف فيحصل ستيميوليشن لهذا النيرف. يبقى اذا من الكلام ده وظيفة الرافيني انها حساسة لمين؟ للبريشر، للضغط، للضغط ها، عشان كده تعتبر واحدة من برضو الايه الميكانو ريسبتور. يبقى دي رابع ميكانو ريسبتور عندنا. وبما انها حساسة للتاتش يبقى انت متوقع بما انها حساسة للبريشر يبقى انت متوقع هتلاقيها فين؟ برضو في السكين اكيد. بس فين في السكين؟ نفس الكلام، طالما بريشر زي الباسينيان يبقى لازم موجودة في دي في الدرمس، خاصة الدرمس بتاع مين؟ خاصة الدرمس بتاع السول بتاعك، بطن القدم بتاعك. ايش معنى ايه علاقة ده بالبريشر؟ هو انا همسك حاجة ببطن رجلي حس بيها بالبريشر؟ لا، هو هنا بتبقى حساسة للبريشر او الضغط اللي حصل من الارض على رجلك، على بطن رجلك. ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم قبل كده يا شباب ان طول ما انا واقفه على الارض وانا حاسه بضغط الارض على رجلي، طول ما انا ايه، طول ما انا واقفه، لان الارض بتضغط على قطن رجلي اللي فيها الرافيني، فالرافيني دي ايه اللي يحصل؟ بتنضغط، فلما تنضغط يحصل ستيميوليشن للنيرف بتاعها، فافضل حاسه ان انا واقفه على الارض، لان انا لو فقدت هذا الاحساس زي ما قلنا ايه اللي هيحصل؟ هقع على الارض. اتفقنا؟ ونروح بعد كده على اخر نوعين من الانكابسوليتد نيرف اندينجز اللي هما الجولجي تندون اورجان والماسل سبيندل، ونبتدي مع بعض بالجولجي تندون اورجان او اللي بيتسمى تندون سبيندل، ومن اسمه هيبقى موجود فين؟ هيبقى موجود جوه التندون ها، خاصه عند الجنكشن ما بين الماسل وما بين التندون. يا ترى ايه وظيفة الجولجي تندون؟ هو ليه موجود جوه التندون؟ عشان يحس بأي تنشن وقع على هذا التندون، فعشان كده بقول عليه تنشن ريسبتور. يعني ايه تنشن وقع عليه؟ يعني لما المصل بتيجي بتكونتراكت ها، فالكونتراكشن ده بيعمل ايه؟ ها بيجي يشد على التندون اللي هو ماسك في المصل، فبالتالي التندون ده ماسك في ايه؟ ماسك في البون، فانا مش عايزة هذا التندون ينفصل عن البون، فنتيجة لكده ايه اللي يحصل؟ يبقى موجود جوه التندون قاعد الجولجي تندون اورجان ده يحس بهذا التنشن اللي وقع على التندون نتيجة للمصل كونتراكشن، فيقوم جاي وباعت على السنترال نيرفس سيستم، يقوم السنترال نيرفس سيستم جاي باعت على المصل يعمل لها ريفلكس ريلاكسيشن. طيب انا عايز اعرف بقى ايه التركيب بتاعه؟ بيقولك والله الجولجي تندون ده بيبقى صغير في الحجم وبيبقى مغزلي، عشان كده اسمه ايه؟ سبيندل. وطبعا ها بيبقى برضو له كبسول محوطه، بيحتوي جواه على ايه؟ فاكرين التندون كان بيحتوي على ايه؟ على ها كولاجين فايبرز، فاذا هو جواه كولاجين فايبرز بتبقى مموجة بالمنظر ده. وليه بتبقى مموجة؟ عشان يا شباب السنسوري نيرف اللي هو عبارة عن البريفرال بروسيس بتاع السودني بولر بعد ما يجي يفقد المايلين شيس ويجي يدخل السبيندل كده، يقوم جاي متفرع 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 ما بين الكولاجين فايبرز اللي المواجهة دي، بحيث ان لما هتيجي المصل والكونتراكت تنقبض هتيجي تشد على مين؟ ها على التندون، فيقوم جاي الكولاجين فايبرز الموج ده ماله؟ يفرد، فلما يفرد ها يعمل ايه؟ يقوم جاي ايه ضاغط على الفروع بتاعه النيرف دي اللي هي موجوده ما بين الكولاجين فايبر، فيحصل ستيميوليشن لهذا النيرف. طيب هل الكولجي تندون ده له موتور انرفيشن؟ لا ملوش موتور انرفيشن. ليه؟ لان هو ما فيش جواه ماسل فايبر، ده عباره عن كولاجين، فاذا ملوش موتور انرفيشن. بعكس النوع الثاني اللي بقول عليه الماسل سبيندل، والماسل سبيندل من اسمها بتبقى موجوده ها جوه الماسل، جوه السكيليتال ماسل ما بين الماسل فايبرز، خاصه عند الجنكشن ما بين الماسل والتندون. طب هي ليه قاعده ما بين الماسل فايبر؟ عشان تحس باي ستريتش وقع على هذه الماسل. ستريتش يعني ايه؟ يعني زياده في الطول بتاع العضله، عشان كده بسميها ستريتش ريسبتور. لان انا هنا خايفه من ايه؟ خايفه ان لما الماسل تيجي تتشد ها تتشد، لو اتشدت جامد الماسل دي
تتقطع. فعشان كده ربنا بيحط فيها المصل سبيند جواها عشان تحس بهذا الاسترتش، فتقوم جايه بعت على السي ان اس، يقوم السي ان اس جاي بعت على المصل نفسها اللي جواها السبيندل علشان تحصل لها ريفلكس ايه كونتراكشن. طيب هاي المصل سبيندل دي شكلها ايه؟ بتبقى كبيره في الحجم وبتبقى برضو مغزليه وليها كبسول، وزيها زي المصل فايبر بتحتوي جواها على مصل فايبرز، ها جواها برضو مصل فايبرز، وبتبقى السبيندل دي ماسكه في نهايتها بايه؟ ها ماسكه في نهايتها بالمصل، يعني ادي المصل نفسها بنهايتها بتبقى المصل دي او المصل سبيندل ماسكه في ايه؟ ماسكه في المصل نفسها. لكن خلي بالك المصل فايبرز اللي هي جواها دي ها بتبقى معدلة، حصل فيها تغيير، فعشان حصل فيها تغيير في التركيب والشكل اتسمت انترافيوزال مصل فايبرز. وكلمة انترافيوزال معناها المصل فايبر اللي جوه المصل سبيندل. عشان افرقها ما بين المصل فايبرز اللي هي بتاعت المصل نفسها واللي موجودة برا السبيندل واللي اسمها الاكسترافيوزال مصل فايبرز. طيب هو التعديل اللي حصل ده كان على هيئة ايه؟ ادي يا شباب المصل فايبرز بتاعتنا العادية اللي جواها المايوفايبرل. الانترافيوزال مصل فايبر بقى اللي جوه السبيندل بلاقي ان الجزء اللي في النص فيها ما بقاش فيه مايوفايبرل، بص فقط المايوفايبرل. امال بقى فيه ايه؟ بقى فيه مجموعه من النيوكلياي. النيوكلياي دي يترصصت على شكل سلسله كده ورا بعض فتسمت الفايبر دي نيوكليير تشين، يا اما جت وتكومت النيوكلياي فوق بعض كده ونفخت الجزء اللي في النص كده زي الشنطه فبقى اسمه ايه؟ نيوكليير باج. يبقى انا عندي نوعين من الفايبرز، واحده اسمها نيوكليير تشين واحده اسمها نيوكليير باج. بس خلي بالك هيظل الجزء الطرفي من نيوكليير باج وتشين محتفظ بوجود الماسل فايبرز. معنى كده ان الجزء الطرفي ده بيبقى كونتراكتايل، عنده القدرة على الكونتراكشن، لكن الجزء اللي في النص ده ايه؟ ها نون كونتراكتايل، ليس له القدرة على الكونتراكشن. وخلينا اقولك ان النيوكليير باج والنيوكليير تشين هما الاثنين بيتغذوا بايه؟ ها هما الاثنين بيتغذوا بسنسوري نيرف اللي هو هيحس بالستريتش اللي وقع على هذا المصل. وكمان مش بس السنسوري موجود، لا ده انا كمان هلاقي هنا موتور انرفيشن بعكس الجولجي تندون اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن موتور نيرف جاي من نيورون اسمها جاما موتور نيورون في السباينال كورد. هذا الموتور نيرف هيغذي لك الجزء الكونتراكتايل اللي موجود على ايه؟ على الاطراف ده. ليه يغذيه؟ عشان خاطر ايه؟ عشان يعمل لك هنا في هذا الجزء الكونتراكتايل ماسل تون، مايل ديجري اوف كونتراكشن، يعني الجزء ده كده يبقى على طول في وضع ان هو قصير من هنا ومن هنا لان الماسل تون دي موجوده اتريست، فيبقى الجزء ده يبقى دايما في حاله ماسل تون والجزء ده دايما في حاله ماسل تون، يعني الجزء دايما يبقى قصير والجزء ده يبقى قصير. فلما ده يبقى قصير وده يبقى قصير على طول يحصل ايه في الجزء اللي في النص ده اللي هو ما فيهوش ماي فايبر؟ ما فيهوش. ايه اللي يحصل؟ يحصل فيه ستريتش، يتشد. يبقى لما ده يقصر وده يقصر هيعمل ايه على الجزء اللي في النص ده؟ يتشد. فلما يتشد كده زي الوتر يبقى حساس. حساس ازاي؟ بحيث ان اي درجة زيادة من الستريتش وقعت على المصل يحس بيها، يحس بيها. يبقى دايما كده بنقول في وضع استعداد مشدود كده شدة خفيفة بفعل المصل تون اللي هنا واللي هنا، بحيث ان اي اديشنال ستريتش يقع على السكيليتال مصل يحس بيها. طيب عايزين نعرف بقى ايه الفرق ما بين النيوكليير باج والنيوكليير تشين. اول حاجه ان النيوكليير باج دي يا شباب عددها اقل من 2 ل 4، لكن النيوكليير تشين عددها اكتر من 6 ل 8، وادي حتى باين في الرسمه النسبه ما بينهم 1 ل 3. النيوكليير باج دي بتبقى طويله وتخينه، لكن النيوكليير تشين دي بتبقى قصيره وايه ورفيعه. الجزء اللي في النص في الاثنين زي ما قلنا الاثنين بيبقوا ايه؟ بيبقى نون كونتراكتايل، ما فيهوش ماي فايبرل، لكن بيبقى فيه ايه يا شباب؟ بيبقى فيه نيوكلياي، يا اما بتبقى مترصصه زي السلسله في النيوكليير تشين او متكومه مع وفوق بعض كده نفخه الجزء اللي في النص زي الشنطه كده في حاله ايه؟ في حاله النيوكليير باج. طيب السنسوري انرفيشن اللي هو هيحس بالستريتش ايه انواعه؟ عندي نوعين. اول نوع اللي بقول عليه البرايمري افرنت انيولو سبايرال، وكلمه برايمري معناه ان هو هيحس بالايه؟ بالستريتش اللي وقع على المصل. هو ده اللي هيحس ان المصل سبيندل دي اتشدد نتيجه ان المصل دي بالفعل اتشدد، فتسمى
برايمري، لان هو هيحس بالاسترتش الواقع فعلي على المصل اللي انا بقول عليه الايه الدايناميك استرتش، يعني بالفعل حصل استرتش لهذه المصل. وتسمى افرنت لان هو زي ما قلنا ايه ان هو هيحس بالاسترتش ده ويوديه توورد السي ان اس. وتسمى انيولو سبايرال لان هو بيجي يلف زي الايه حلزون كده حوالين الجزء اللي في النص النان كونتراكتايل بتاع النيوكليير باج والنيوكليير تشين. خلينا اقول لك ان البرايمري ده بيبقى ثيك ومايلينيتد. ليه ثيك ومايلينيتد؟ عشان يبقى سريع في التوصيل. وخلينا اقول لك ان ده اسرع مايلينيتد نيرف موجود في جسمك. في نوع تاني من السنس نيرف بقول عليه السكندري افرنت فلاور سبراي. وهو ليه تسمى سكندري؟ لان ده بيديتكت ها الاسترتش اللي حاصل وانت قاعد ها من غير ما يكون بالفعل حصل استرتش للمصل. الاسترتش اللي انا بسميه ستاتيك استرتش، اللي هو ايه ستاتيك استرتش ده؟ حاله الاسترتش الضعيفه اللي بتبقى موجوده اتريست، اللي نتجت بفعل المصل كونتراكشن او المصل تون اللي انا قلت لك عليها من شويه، اللي بتخلي لك الايه؟ بتخلي لك الفايبر في وضع استعداد ها بحيث ان اي استرتش يقع عليه هتحس بيه. فعشان كده هو اتسمى سكندري لان هو بيديتكت النوع التاني من الاسترتش اللي هو الاستاتيك استرتش. وتسمى فلاور سبراي لان هو من شكله كده عامل زي ايه البنش بتاعت الورده، عارف البنش الورد كده بالظبط كده بواخد نفس المنظر ده. وخلينا اقول لك ان النوع ده بيبقى موجود فقط في النيوكليير تشين، وبيبقى اكيد حجمه اصغر من بتاع مين؟ من بتاع النيوكليير باج، لان ده بيوصل الحاله الويك ستريتش اللي بتبقى موجوده اتريست، وبيبقى موجود عند الطرف بتاع النيوكليير ريجن بتاعه مين؟ بتاعه النيوكليير تشين. وش معنى الطرف؟ ان هو الطرف ده اكتر جزء هيحس، هيبقى حساس ها، لان هو ده اللي موجود جنب ايه؟ جنب المصل اللي حصل فيها ايه المايلد ديجري اوف كونتراكشن او المصل تون. يبقى اذا الموتور نيرف وضعه ايه هنا؟ واحد سواء للباج او للتشين، هما الاثنين بيجوا في الجزء اللي هو الكونتراكتايل بيغذيهم الجاما موتور نيورون زي ما قلنا عشان تعمل ايه ها؟ عشان تخلي المصل سبيندل حساسه، علشان تعمل هنا كونتراكشن وتعمل هنا كونتراكشن، فده يقصر وده يقصر، يقوم جاي شادت الجزء اللي في النص ده فيخليه دايما في وضع ايه؟ وضع استعداد بحيث ان اي اديشنال ستريتش يحس بيه. اتفقنا شباب؟ نروح على تاني جزء عندنا ألا وهو السباينال كورد. وزي ما احنا خدنا ان السباينال كورد ده بيكون من 31 سيجمنت اللي هم عبارة عن ايه؟ اللي هم عبارة عن 8 سيرفايكال، 12 ثوراسيك، 5 لامبر، 5 سيكرال، 1 كوكسوجيال. وخليني اقول لك برضو ان كل سيجمنت من السباينال كورد ده بتمثل مكان لخروج زوج من السباينال نيرف. فبالتالي بما ان انا عندي 31 سيجمنت يبقى انا هيبقى عندي قد ايه؟ 31 زوج من السباينال نيرف. كل سباينال نيرف يا شباب بيجي يخرج من السيجمنت بتاعته وبيتسمى على اسمها، ويقوم جاي خارج ما بين ايه؟ من ما بين الفيرتبري من المكان المخصص ليه. خلينا اقول لك برضو ان السباينال كورد ده بيبتدي عند الابر بوردر بتاعه ايه؟ بتاعه الفيرست سيرفايكال فيرتبري، اهو عند الابر بوردر بتاعها. فعشان كده انا في عندي 8 سيرفايكال سيجمنت مش 7 زي ايه؟ زي السيرفايكال فيرتبري. يعني انا عندي سيرفايكال فيرتبري فقرات عنقيه 7، لكن عندي السيرفايكال سيجمنت كام؟ 8. وده ليه؟ لان السباينال كورد بيبتدي عند الايه؟ عند الابر بوردر بتاعه الفيرست سيرفايكال فيرتبري. خلينا اقول لك برضو ان السباينال كورد ده لو جينا بصينا عليه هنلاقي ان فيه تو انلارجمنت، يعني مكانين كده ايه واسعين بالمنظر ده متضخمين. ايه هما؟ اول واحد اللي بقول عليه السيرفايكال انلارجمنت، وتاني واحد بقول عليه اللامبر انلارجمنت. السيرفايكال انلارجمنت ده بيبقى موجود في السباينال كورد من اول السيرفايكال سيجمنت الثالثه لحد الثراسيك سيجمنت الثانيه. وهو ليه الجزء ده انلارجد؟ لان هنا ها بيحتوي على الموتور نيوكلياي الكبيره اللي هي الاكزون بتاعتها بتخرج وتعمل لك ايه؟ البريكيال بلكسس اللي بتغذي لك المصل بتاعه الابر ليمب. اما اللامبو سيكرال ارانجمنت فده بيبقى موجود من اول اللامبر سيجمنت الاولانيه لحد السيكرال ايه سيجمنت الثالثه. وهنا الجزء ده ليه متضخم؟ لان بيحتوي على الموتور نيوكلياي الكبيره اللي هي الاكزون بتاعها هتروح وتعمل لك اللامبر والسيكرال بلكسس اللي هتغذي لك المصل بتاعه اللور ليمب.
خلينا برضو متفقين ان النمو بتاع الفرتبرا الكولم العمود الفقري بيبقى اسرع من نمو السباينال كورد بتاعك. نتيجة لكده في ايه؟ نتيجة لكده ان انت هتلاقي في الادلت ان السباينال كورد ها بينتهي عند اللور بوردر بتاعت ايه؟ بتاعت ال1 بتاعت الفرتبري اللي هي ايه؟ اللمبر الاولانية، يعني مش مكمل في كل الايه؟ في كل الفرتبرا الكنال، بيخلص عند اللور بوردر بتاعت ال1. لكن خلي بالك الاغشيه اللي بتبقى مغطيه السباينال كورد اللي هي انتوا عارفينها اللي اسمها ايه، البيا والديورا والاركنويد، بتلاقي ان البيا ماتر اللي لازقه على السباينال كورد ها بتبقى لازقه عليه، يعني هي كمان بتنتهي عند اللور بوردر بتاعه ال1. لكن الغشائين التانيين اللي هم مين؟ اللي هم الديورا والاركنويد، اللي هو الغشاء اللي في النص والغشاء الخارجي، ها بيجوا ينتهوا عند ايه؟ عند الليفل بتاع الايه؟ السكند سيكرال فيرتبري الاولانيه. اتفقنا يا شباب؟ طيب نتيجة لكده ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل نتيجة ان نمو السباينال كورد كان ابطأ من نمو الفيرتيبرال كولم؟ نتج ايه؟ نتج ان احنا زي ما قلنا انا بيبقى في عندي السباينال نيرف بيدخل او بيخرج من السيجمنت بتاعته، ها بيطلع من السيجمنت بتاعته ويقوم جاي خارج من ايه؟ من الجزء المخصص ليه ما بين الفيرتبري. لكن المشكلة عندي فين؟ المشكلة هتظهر عندي لما السباينال كورد ينتهي عند اللور بوردر بتاع ال L1. فاللي بيحصل ان من اول السباينال نيرف اللي هي L2 بيجي يخرج من المكان المخصص ليه او بيطلع من المكان المخصص ليه اللي هو عبارة عن اللامبر سيجمنت التانية، ويجي عشان يطلع من المكان المخصص ليه اللي هو بين ال L2 وال L3، فيضطر ينزل على تحت بالمنظر ده. نفس الحكاية بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للسباينال نيرف اللي هو L3 اللي بعده، هيجي برضو يقوم جاي طالع من إيه؟ من السيجمنت بتاعته اللي هي عبارة عن اللامبر سيجمنت التالتة، ويضطر ينزل على تحت علشان إيه؟ علشان يخرج من المكان المخصص ليه ما بين الفرتبري L3 و L4، وهكذا 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 لحد ما يعمل نفس الحكاية آخر واحد اللي هو كوكسوجيال نيرف. نتيجة لكده تيجي النيرفز تتجمع من اول السباينال نيرف اللي هو ال2 لحد مين؟ لحد الكوكسوجيال، ويعملوا لي كده حزمه او باندلز من النيرف فايبرز، اسمي هذه الحزمه ايه؟ اسميها كودا اكواينا، لانها بالظبط شبه ديل الحصان. فلما يقول لك الكودا اكواينا دي عباره عن ايه؟ هتقول له دي عباره عن السباينال نيرف بدايه من السكند لامبر، ها السكند لامبر، وصولا لحد الايه؟ الكوكسوجيال، واللي فيها الباندرز بتتجمع كده مع بعض زي ديل الحصان. مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان لو حصل كومبريشن عليها، لما يحصل مثلا انزلاق غضروفي، بتعمل ألم رهيب في هذه المنطقة، بالإضافة ايه؟ لحاجات تانية قلناها زي مثلا ايه؟ فقد التحكم في الايه؟ البول. اتفقنا يا شباب؟ عايزين كده ناخد مقطع عرضي في السباينال كورد ونشوفه بيتكون من ايه. هنلاقي ان هو بيتكون من نصين بالمنظر ده، ادي نص وادي نص. هنلاقي ان هو بيتكون من جزء في النص غامق بقول عليه الجراي ماتر، وجزء من بره فاتح بقول عليه الوايت ماتر. الوايت ماتر بتاع النصين بيجي ينفصلوا ببعض من ورا بجزء كده بقول عليه البوستيريور ميديان سالكس، الخط اللي ورا ده اللي هو عباره عن الايه؟ البوستيريور ميديان سالكس، وبينفصلوا من قدام عن بعض بشق كده بقول عليه انتيريور ميديان فيشر. هتلاقي كمان ان جزئين بتوع الجري ماتر بتوع النصين بيرتبطوا مع بعض كده بجزء في النص اسمه الجري كوميشر، اللي هو الجزء ده، واللي بتخترق قناة في النص بقول عليها السنترال كانال اللي بيمشي فيها السريبرو سباينال فلويد. خلينا نشوف كده الجري ماتر بيكون من ايه. هنلاقي ان الجري ماتر بيكون من تلات قرون. اول قرن عندي اللي هو بقول عليه الدورسال او البوستيريور هورن، تاني واحد اللي انا بقول عليه الايه؟ الانتيريور او الفنترال هورن، وتالت واحد الهورن اللي موجود ما بين الانتيريور بوستيريور اللي بقول عليه اللاترال هورن. تعالى على الوايت كولم هتلاقيه بيتكون من ايه؟ من تلات عواميد. اول عمود عندي اللي بقول عليه الدورسال كولم او البوستيريور كولم اللي هو ده، تاني عمود عندي اللي بقول عليه اللاترال كولم اللي هو بيبقى موجود هنا في هذا الجزء، في هذا الجزء، وتالت جزء عندي اللي هو بقول عليه الفنترال كولم او الانتيريور كولم اللي هو بيبقى موجود في هذا الجزء. خليني برضه اقول لك ان
السباينال نيرف عندي بيجي بيطلع من السباينال كورد بتو روتس. اول روت اللي بقول عليه الدورسال روت، وده بيبقى سنسوري روت، ها اللي بتبقى موجوده على مساره الدورسال روت جانجليا، او اللي هي ايه الكرينيو سباينال جانجليا، او اللي هنا بقول عليها السباينال جانجليا اللي هي موجوده الونج السباينال نيرف. وبيخرج بروت تاني بقول عليه الفنترال روت او الايه او الموتور روت، اللي هو بيبقى ايه بيبقى موتور رايح للايه للمصل. يبقى اذا يا شباب السباينال نيرف زي ما قلنا ده عباره عن نيرف مخلط، في جزء منه سنسوري وجزء منه موتور. طيب خلينا متفقين ان السنترال نيرفس سيستم سواء اخدنا السباينال كورد او لما ناخد السيريبرم والسيريبيلم بعد كده بيكون من جري ماتر ووايت ماتر، بس وضعهم هما الاثنين بيبقى معكوس، يعني في السباينال كورد الجري ماتر في النص والوايت ماتر هو اللي بره، لكن لما هناخد السيريبرم والسيريبيلم هنلاقي ان الجري ماتر هو اللي بره والوايت ماتر هو اللي جوه. وسواء البرين او السباينال كورد هنلاقي ان جري ماتر فيهم بيتكون من ايه، بيتكون من نيرف سيل بوديز. نيرف سيل بوديز بيتكون منها النيرف فايبرز بتاعتها، والنيرف فايبرز هنا او الاكسونز بتاعتها معظمها بتبقى ان مايلينيتد، وده ليه؟ لان هي بتوصل على مسافات قصيره ايه وذين نفس المنطقه اللي هي قاعده فيها. بتحتوي على نيوروجلايا، الخليه ايه الداعمه اللي هي هتغذيلك هذه النيرف ايه هتغذيلك هذه النيرف سيل بوديز وتدعمها. هلاقي في مجموعه محترمه من البلاد كابيلاريز اللي هتيجي نيوروجلايا تاخد منها النيوتريشن وتوديها على النيورون. اما الوايت ماتر هتلاقيه بايه؟ هتلاقيه بيتكون مينلي من نيرف فايبرز، والنيرف فايبرز دي يا شباب بتبقى معظمها بتبقى مايلينيتد، وده ليه معظمها مايلينيتد؟ لانها بتوصل على مسافات كبيره، فعشان كده انا عايزه هنا ايه عايزه اعمل سرعه عن طريق وجود المايلين. هتلاقي برضو شويه نيوروجلايا الخلايا الداعمه اللي هي هتعمل ايه اللي هتدعم لي هذه الاكسون. هتلاقي هنا برضو بلاد كابيلاريز وان كانت كميتها ايه اقل من اللي موجوده في الجري ماتر. وهي ليه كميتها هنا اقل؟ ها ليه؟ لان اكيد انت متفق معايا ان احتياج الاكسون هيبقى اقل من احتياج السيل بودي نفسها، وان كان طبعا الاثنين بيحتاجوا، لكن احنا بنقول ايه مقارنه باللي موجوده في الجري ماتر. اتفقنا يا شباب؟ تعالوا نبتدي مع بعض بالجري ماتر ونشوف مع بعض اول هورن عندنا اللي هو عباره عن الدورسال هورن، او اللي بقول عليه البوستيريور هورن، واللي بيحتوي على السنسوري نيوكلياي. ومعنى كلمه نيوكلياي هنا معناها ايه؟ معناها ان انا عندي فيه مجموعه من النيرف سيل بوديز موجودين في السي ان اس وليهم نفس الوظيفه. الوظيفه اللي هي عباره عن ايه؟ ان هي سنسوري ان فانكشن، ان هم بيجوا بيستقبلوا السنسيشن من السنترال بروسيس بتاع السودو نيبولا نيرف سيل ويقوم جايين بالاكسون بتاعهم ناقلينه على هاير سنتر. خلينا اقول لك ان انا في عندي هنا ثلاث مجاميع من النيوكلياي، ثلاثة. التلاتة بيشتركوا في ان هم كلهم النيورونز بتاعتهم بتبقى سمول وستليت، كلهم بيبقوا صغيرة وبتبقى شبه النجمة، لكن بيختلفوا بايه؟ بيختلفوا في المكان وفي الوظيفة. خلينا ناخد اول واحدة اللي اسمها سبستانشا جيلاتينوزا اوفرولاندو، وخلينا اقولك ان هي بتبقى موجودة في كل السيجمنت بتاعة السباينال كورد. بتبقى موجودة فين؟ في الدورسال هورن. بتبقى موجودة في التيب او في القمة بتاعة الدورسال هورن. خلينا اقول لك ان السبستانشا جيلاتينوزا دي بتبقى مرتبطه او وظيفتها ان هي بتيجي وبتوصل السلو بين والتمبريتشر. ويعني ايه كلمه سلو بين؟ كلمه سلو بين معناها الالم اللي بيبتدي بعد فتره شويه من انجوريوس ايجن ويقعد لمده طويله، زي كده كرونيك بين، الالم المزمن، زي كده بالظبط لما تيجي ها وتتحرق بالشمعه. فلما بتيجي بتتحرق بالشمعه انت في وقتها بتحس بايه؟ بين. لكن بعد كده في بين بيستمر بعد كده، ده اللي اسمه السلو بين. وزي ما احنا اتفقنا ان البين والتمبريتشر هما الاثنين بايه بيمشوا بنفس المسار، نفس المسار يعني نفس النيرف فايبر هيستقبلهم، هيروحوا على نفس المكان في الجانجليا، يطلعوا مع بعض في ايه في نفس المكان في السي ان اس. بالظبط زي ما قلنا هتتحرق بالشمعه هتحس بين وهتحس بالايه بالتمبريتشر. وخلينا اقول لك ان الاكسونز بتاعه هذه النيوكلياي بتيجي وتعدي على الناحيه الثانيه من السباينال كورد وتتجمع كده مع بعض وتعمل لي وات از كولد الانترولاترال سيستم اللي هنعرفه بعد شويه. تاني واحده اللي اسمها نيوكليوس بروبريس او المين سنسوري نيوكليوس، وهي اتسمت مين سنسوري لان هي دي
اكبر واحده شغله اكبر مساحه فين في الدورسال هورن، وبتبقى موجوده برضو زي سبستانشا جيلاتينوزا في كل السيجمنت بتاعه السباينال كورد، لكنها بتبقى موجوده في السنتر في النص بتاع الدورسال هورن. وخلينا اقول لك ان النيوكليوس بروبليس دي مرتبطه بتوصيل الفاست بين. اللي هو ايه الفاست بين؟ اللي هو الالم اللي بيبتدي في لحظتها في وقتها وبيقعد ايه لفتره قصيره، زي كده اما شكك بدبوس، زي ما قلت لك كده لما تيجي تتحرق الالم اللي بتحسه في ساعتها كده في ساعتها ده اسمه فاست بين. وخلينا اقول لك برضو ان الاكزونز بتاعتها بتيجي ها وتعدي الناحيه الثانيه وتشارك في تكوين الانترولاترال سيستم. ثالث نيوكليس عندي اللي اسمها نيوكليس دورساليس اوف كلارك او كلاركس نيوكليس، او بسميها نيوكليس ثوراسيكس، ومن اسمها انا متوقع ان هي هتبقى موجوده ميلي في الثوراسيك سيجمنت، وهي فعلا بتبقى موجوده من اول الثوراسيك سيجمنت الاولانيه لحد اللمبر الثالثه، لكنها بتبقى موجوده عند البيز بتاع ايه بتاع الدورسال هورن، يبقى فوق خالص سبستانشا جيلاتينوزا، في النص المين سنسوري، تحت خالص الايه الكلاركس نيوكليس. وظيفتها ان هي بتبقى مرتبطه بنقل الانكونشس بروبيوسبتيف سنسيشن. اللي هو ايه الانكونشس بروبيوسبتيف سنسيشن؟ اللي هو بروبيوسبتيف سنسيشن اللي انت ما بتحسهوش ما بتدرجهوش، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الديجري او الدرجه بتاعه الماسل ستريتش وها والماسل تنشن، اللي هو مين كان بيحس بيهم؟ الجولجي تندون اورجان والماسل سبيندل اللي احنا لسه واخدينهم، وعشان هم احنا ما بنحسش بيهم ما بندركهمش، هم ما بيوصلوش لحد السيريبرم لكن بيوصلوا لحد السيريبيلم. فخلينا اقول لك ان النيوكلياي بتاعه هذه الخلايا ها بتيجي تتجمع وتطلع في السباينال كورد وتعمل لك حاجه اسمها دورسال سباينو سيريبيلر تراكت. طيب عايزين نعرف بقى هو ايه هو الانترولاترال سيستم؟ الانترولاترال سيستم ده عباره عن مسار تصاعدي ها بيشيل البين والتمبريتشر والتاتش من السباينال كورد لحد البرين، وبيشمل الانترولاترال سيستم ده مجموعه من النيرف فايبرز بتتجمع تعمل لي 3 تراكت. يعني ايه كلمه تراكت؟ كلمه تراكت معناها مجموعه من النيرف فايبرز في السي ان اس طالعه من نفس المكان ماشيه نفس المسار بتنتهي في نفس المكان وليها نفس الوظيفه. ايه هما التلاتة تراكت دي؟ اول واحده اللي هي اسمها السباينو ثالاميك تراكت، والسباينو ثالاميك تراكت دي ماشيه من اول سباينال كورد واصله لحد ايه الثالاموس، وده جزء من البرين. والسباينو ثالاميك تراكت دي اللي بتبقى مسؤوله عن ان هي بتوصل الايه البين والتمبريتشر، انه نوع من التمبريتشر اللي هو عباره عن انهي نوع من البين اللي هو عباره عن الفاست بين. تاني واحده اللي اسمها السباينو ريتيكولر، والسباينو ريتيكولر من اسمها هتمشي من السباينال كورد لحد ايه لحد الريتيكولر فورميشن، هتيجي وتوصل لك ايه وتشيل لك ايه هتيجي تشيل لك السلو بين اللي احنا قلنا عليه، وكمان دي بتبقى مسؤوله عن ايموشنال ريسبونس للبين. يعني ايه؟ يعني ايه استجابه العيان للالم، ان هو يصرخ يعيط يشد في شعره وهكذا. وتالت واحدة اللي اسمها السباينو ميزينكفاليك تراكت، ومن اسمها واصلة من أول سباينال كورد لحد الميد برين، لأن الميد برين إمبريولوجيكالي اسمه ميزينكفالون، ودي بتنتهي في منطقة في الميد برين اسمها البيري أكويدكتال جري، ودي بتبقى مسؤولة عن إنها تعمل كنترول للبين مينلي إنها تعمل سابريشن أو تثبيت لهذا الألم. طيب هي ليه اتسمت أنترولاترال سيستم المجموعة دي؟ لأن يا شباب سودوني بولر نيرف سيل بتيجي بعد ما بتستقبل السنسيشن بالبريفيرال بروسيس بتاعتها اللي هو البين التمبريتشر الايتشنج، بتيجي بالسنترال بروسيس وتقوم جايه موديها على مين؟ ها على مجموعه النيوكلياي اللي موجوده في الدورسال هورن. فتيجي الاكزونز بتاعت النيوكلياي دي وتعدي الناحيه الثانيه وتيجي تتجمع مع بعض كده في الانتيرير واللاترال كولم بتوع السباينال كورد، فيعملوا لي الانترولاترال سيستم، واللي منها ايه هيبقى فيه عندي 3 تراكت. ها هتيجي الفايبر تتجمع في 3 مجاميع تبتدي انها تطلع على فوق على شكل مين؟ التلاتة تراكت اللي احنا قلنا عليهم سباينو ثلاميك سباينو ريتيكولر اند سباينو ميزينكفاليك. ونروح بعد كده على الانتيريور هورن او اللي هو الفنترال هورن اللي انا بقول عليه بيحتوي على الموتور نيوكلياي، وخلينا اقول لك ان الموتور نيوكلياي دي بتبقى برضو ستيليت زي سنسوري لكنها بتبقى لارج كبيره، وده ليه؟ طبعا ها لان الاكزونز بتاعتها دي يا شباب هتروح تغذي لك ايه سكيليتال ماسل سكيليتال ماسل، فدايما اي حاجه بتروح كده بتبقى موتور لسكيليتال ماسل لازم بيبقى حجمها ايه حجمها كبير. خلينا اقول لك ان النيوكلياي في الانتيريور هورن دول عباره عن
ثلاث مجاميع. اول مجموعه اللي بقول عليها الميديال جروب اللي بتبقى موجوده ميديال هنا، وبتتقسم لجزء بقول عليه فينترو ميديال، او مجموعه بقول عليها فينترو ميديال، ومجموعه بقول عليها فينترو لاترال او دورسو لاترال. وخلينا اقول لك ان الميديال جروب دي بتبقى موجوده في كل السيجمنت بتاعه السباينال كورد، واللي فيها هذه الموتور نيورون الاكزون بتاعها هيخرج ويغذي لك المسل بتاعه الترانك. تاني مجموعة اللي بقول عليها السنترال جروب اللي موجودة في النص، ودي بتبقى موجودة في السيرفايكال سيجمنت من 3-5، وبتتسمى فرينيك نيوكليوس لان هي ايه الاكزون بتاعها بيغذي لك الديافراجم، بالاضافة ان هي بتبقى موجودة في اللامبو سيكرال سيجمنت. تالت مجموعة اللي بقول عليها اللاترال جروب اللي بتبقى موجودة لاترالي، ودي برضو بتيجي تتقسم زي الميديال جروب لإيه لفينترو لاترال وإيه وبوسترو لاترال. وخلينا أقولك إن هي بتبقى موجودة برضو زي السنترال جروب في السيرفايكال واللامبو سيكرال فقط، معنى كده إن الثراسيك سيجمنت لا فيها السنترال ولا فيها إيه ولا فيها اللاترال. وخلينا أقولك إن اللاترال جروب دي الأكزونز بتاعتها هيجي ويروح يغذي لك الماسل بتاعة الليمبس. يبقى إذن وظيفة المجموعة الانتيريور هورن نيوكلياي إن الأكزون بتاعها بيجي ويخرج من السباينال كورد، ها فين فين ألونج الفنترال رود بتاع السباينال نيرف، يعني هو ده اللي هيعمل لي الايه الفنترال رود بتاع السباينال نيرف عشان يروح يغذي لي ايه السكيليتال ماسل. طيب تعال على الهورن بعد كده اللي اسمه اللاترال هورن، أو اللي بسميه السيمباثاتيك نيوكلياي، وده من اسمه ها متوقع ان هو هيحتوي على النيوكلياي بتاعت ايه بتاعت السيمباثاتيك نيرف فايبرز. برضو هنا بلاقي ان النيوكلياي دي نيورونز فيها بتبقى برضو سمول وستليت، بتبقى برضو صغيرة وستليت، يعني هما كلهم استليت لكن الكبيرة بتاعتهم اللي هي مين ها البيك بوس بتاعت ايه الموتور اللي هو رايح على السكيليتال ماسل. وخلينا اقولك ان اللاترال هورن ده بيبقى موجود فقط فين من اول الثراسيك سيجمنت الاولانية لحد اللامبر التانية. وخلينا اقول لك برضو ان هذا الجزء بيحتوي على النيوكلياي ها او النيورونز اللي الاكزون بتاعها هيجي ويعمل لك البري جانجليونيك سيمباثاتيك نيرف فايبرز اللي انا بسميه الثراك ولامبر او فلو ثراك ولامبر، لان هو طالع من الثراسيك ومن ايه من الفيرست تو لامبر. وزي ما قلنا ان الاكزونز بتاعه النيورون دي هتعمل لنا البري جانجليونيك سيمباثاتيك نيرف فايبرز اللي هيروح على الاوتونوميك جانجليا عشان يعمل ساينابس مع مين مع جانجليون سيلز مع جانجليون سيلز. طب احنا عرفنا دلوقتي السيمباثاتيك وضعه ايه، طب وضع الباراسيمباثاتيك هيبقى ايه بالظبط. خلينا اقولك ان الباراسيمباثاتيك بري جانجليونيك نيرف فايبرز بيخرج من السيكرال سيجمنت التانية والتالتة والرابعة، فبسميه سيكرال باراسيمباثاتيك اوت فلو. بيجي يخرج من السيكرال سيجمنت التانية والتالتة والرابعة دي منين؟ من الانترميديات جري ماتر اللي هو الجري ماتر اللي ما بين البوستيريور والانتيريور هورن من غير ما يعمل لاترال هورن، من غير ما يكون فيه هنا ايه لاترال هورن. وبتيجي الاكزونز بتاعت النيورونز دي اللي موجودة في الانترميديات جري ماتر ها وتقوم جاية خارجة من السباينال كورد وتعمل لك البري جانجليونيك باراسيمباثاتيك اوت فلو اللي هو ايه اللي هو بيجي ويروح ويعمل ساينابس مع الجانجليا الاوتونوميك جانجليا اللي بتبقى موجودة قريبة من الاورجان او ايفن جوه الاورجان عشان يعمل كنترول لهذا الكونتراكشن. نروح بعد كده على الوايت ماتر، والوايت ماتر ده هو ده اللي بيحتوي على التراكت اللي هو مجموعة النيرف فايبرز اللي طالعة من نفس المكان ماشية نفس المسار ليها نفس الوظيفة وبتنتهي في نفس النهاية. وخلينا اقولك التراكت دي ممكن تبقى تراكت اسندنج، اسندنج يعني ايه؟ يعني تصاعدية ماشية من السباينال كورد واصلة لحد الهاير سنتر، فهي بالطريقة دي طالما ماشية من السباينال كورد على فوق بحيبقى ليها سنسوري فانكشن كاري السنسيشن. او التراكت دي تبقى descending tract يعني جاية نازلة من higher center لحد spinal cord، وفي الحالة دي هتبقى motor in function. نبتدي الاول بالascending tract اللي هي التراكت اللي carry sensation على higher center من spinal cord واصلة لحد higher center. higher centers دي ممكن يكون cerebral cortex، وفي الحالة دي sensation دي هيتم الاحساس بيها هتدخل في الوعي والادراك. ومن هذه التراكت اشهر two tracts اللي هم عبارة عن الجراسيل والكونيل تراكت. وخلينا متفقين ان الجراسيل والكونيات دول يا شباب اللي بيشيلوا لك السنسيشن زي ايه زي التاتش زي ها البروبيوسيبتيف سنسيشن اللي هي كونشس بروبيوسيبتيف اللي هي سنس اوف بوزيشن سنس اوف موفمنت اللي بتشيل لك الفايبريشن اللي بتشيل لك البريشر. فخلينا متفقين ان
الكونيات دي اللي بتشيل هذه السنسيشن من الابر هاف اوف ذا بودي، لكن الجراسيل اللي بتشيلها من اللور هاف اوف ذا بودي. عشان كده الكونيات دي ما بتظهرش في السباينال كورد غير من اول الثوراسيك سيجمنت السته وطالع وطالع، لكن ايه الكونيات بتظهر عند ليفل ايه ليفل واطي، يعني من اول السباينال كورد من تحت لحد فوق. ليه؟ لان تاني جراسيل اللي شايله منين السنسيشن من اللور هاف اوف ذا بودي، فهتظهر في ايه في السباينال كورد سيجمنت من تحت وطالع على فوق. لكن الكونيات شايله من الابر هاف اوف ذا بودي فهتظهر في مستوى اعلى اللي هو من اول ثراسك سيجمنت السته وانت ايه وانت طالع. تاني مجموعه عندنا من التراكت اللي بتوصل لحد السريبلر كورتكس اللي هي عباره عن الانترولاترال سيستم اللي احنا قلنا عليها، واللي منها السباينو ايه السباينو ثالاميك تراكت. تاني مجموعه اللي هي بقى هتوصل لليفل اقل اللي هو السيريبيلم او البرين ستيم، وفي الحاله دي طالما وصلت ليفل اقل يبقى هتدخل في اللاوعي او اللا ادراك واللي انت مش هتحسها، ومنها التراكت اللي هتوصل لحد السيريبيلم اللي هم عباره عن الدورسال سباينو سيريبيلر تراكت اللي بيبقى قريب كده من الدورسال كولم، والفنترال سباينو سيريبيلر تراكت اللي بتبقى قريبه من الفنترال كولم، بالاضافه لمين للكونيو سيريبيلر تراكت. والثلاثه دول مع بعض هم دول اللي مسؤولين عن توصيل الانكونشس بروبيوسيبتيف سنسيشن اللي احنا قلنا عليهم الانكونشس، اللي هم ايه اللي هم عباره عن الديجري بتاع الماسل ستريتش والماسل تنشن اللي احنا قلنا عليهم، بالاضافه للتراكت اللي هتوصل للليفل بتاع البرين ستيم اللي هم عباره عن السباينو اوليفري اللي بتوصل لحد الاوليف او النيوكليس اللي في المظله اللي اسمها الاوليف، والسباينو تيكتال اللي هتوصل لحد الليفل في الميد برين اللي اسمه التيكتم. واخدنا الوظائف بتاعتهم او انتوا خدتوا الوظائف بتاعتهم بالتفصيل في الجزء بتاع الفسيولوجي. المجموعه الثانيه اللي هي عباره عن الديسندنج تراكت، التراكت اللي بتبقى نازله سواء كانت نازله من السريبرال كورتكس، في الحالة دي بقول عليها البيراميدال تراكت، بتنزل من السريبرال كورتكس ها وتوصل لحد السباينال كورد، عشان كده بيبقى لها اسم تاني بقول عليها الكورتيكو سباينال تراكت، يعني نازلة من الكورتكس واصلة لحد السباينال كورد، وهي دي المسؤولة عن إحداث الفولانتري موفمنت عندك في السكليتال ماسل. والبيراميدال تراكت عبارة عن تو تراكت، واحدة منهم اسمها الفنترال كورتيكو سباينال تراكت، بتبقى موجودة في الفنترال كولم أو الأنتيريور كولم، وبيبقى لها اسم تاني بقول عليها الانكروزد كورتيكو سباينال تراكت. انكروزد ليه؟ لان احنا زي ما خدنا انها بتنزل ايه من الهاير سنتر من السريبرال كورتكس لحد ايه لحد السباينال كورد من غير ما تعمل كروسنج. لكن الثانيه اللي اسمها اللاترال كورتيكو سباينال تراكت اللي هي الكبيره دي اللي بتبقى موجوده في اللاترال كولم، وليها اسم تاني بقول عليها الكروست كورتيكو سباينال تراكت، لانها بتيجي تعمل كروسنج عند الليفل بتاع الميدالة. تاني مجموعه ديسندنج تراكت عندنا اللي اسمها الاكسترا بيراميدال تراكت، ودي بقى اللي بتنزل من ليفل اقل، بتنزل من ها من البرين ستيم من النيوكلياي بتاعه البرين ستيم، ودي اللي مسؤوله عن تظبيط الايه الفولانتري موفمنت بتاعك، بتظبط لك درجه التون بتاعه المصل، بتظبط لك الريسبونس بتاعه الريفلكس بتاعك. اشهر هذه التراكت اللي هي عباره عن التراكت اللي بسميها الروبرو سباينال تراكت، اللي بتيجي تنزل او تطلع من نيوكليس موجوده في الميد برين اسمها الريد نيوكليس، الريد نيوكليس، وتوصل تحت او تنزل تحت لحد السباينال كورد، ودايما الروبرو سباينال بتبقى قاعده في حجر اللاترال كورتيكو سباينال، بالاضافه لمجموعه او ثلاثه تراكت تانيين، واحده منهم اسمها التكتو سباينال تراكت نازله من التكتم بتاع الميد برين، الثانيه اسمها الفيستيبولو سباينال تراكت بتبقى نازله من الفيستيبولو النيوكلياي بتاعه المضله، ودي اللي هي بتبقى ليها علاقه بدرجه الاتزان بتاع الجسم، والثالثه بقول عليها الريتيكولو سباينال تراكت، ودي بتبقى نازله من الريتيكولار فورميشن. اتفقنا يا شباب؟ نروح بعد كده على الجزء الخاص بالسريبرم والسريبيلم، ونبتدي مع بعض بالسريبرم. وزي ما انا قلت لكم من شويه ان في السي ان اس بيبقى في عندي جري ماتر وايت ماتر في سواء في السباينال كورد او البرين، بس بيبقى الوضع معكوس. فاذا السريبرم ده بما ان هو جزء من البرين فبيبقى عنده الجري ماتر موجود بره الجزء الخارجي اللي هنا بنسميه اسم بنقول عليه السريبرال كورتكس او القشره الخارجيه، اللي هو بالظبط عباره عن الايه الجري ماتر.
السريبرال كورتكس ده او الجري ماتر بيتكون من ايه؟ نفس الحاجات اللي احنا قلناها في الجري ماتر، ان انا بلاقي فيه هنا مين؟ ها بلاقي مينلي السيل بودي بتاعه النيورونز، والنيورونز هنا بتبقى مترصصه في طبقات زي ما هنشوف. بلاقي الخلايا الداعمه لهذه النيورونز اللي هي عباره عن النيوروجلايا، بلاقي فيه برضو ها الكابيلاريز اللي هي ايه اللي هتيجي الجلايال سيل وتاخد النيوتريشن منها وتوديها على النيورون. طيب احنا قلنا في الجري ماتر في ايه؟ في نيرف فايبرز. فين النيرف فايبرز دي؟ النيرف فايبرز هنا بتبقى موجوده على شكل شبكه بقول عليها نيوروبيل. نيوروبيل ونيوروبيل معناها يعني شبك الشبكه. النيوروبيل دي بيبقى شكلها ايه او الشبكه دي؟ والله لو جيت صبغت باللايت مايكروسكوب هلاقي الارض، شايف الارضيه اللي انت شايفها دي؟ هي الارضيه دي اللي قاعده عليها الخلايا العصبيه والنيوروجلايا والكابيلاريز، هي دي اللي بقول عليها الايه النيوروبيل. الارضيه دي او السجاده دي بتبان لك ايه؟ فاتحه وكانها متجانسه كده، لكن لما تيجي تكبر وتشوف عشان تعرف ايه الشبكه دي بتتكون من ايه، هتلاقيها عباره عن شبكه بتتكون من السيل بودي والبروسيسز بتاعه الخليه اللي اسمها الأستروسايتس، اللي هي عبارة عن الخلية اللي بتدعم مين؟ بتدعم النيورون. ومش كده وبس، هتلاقيها كمان بتتكون من البروسيسز بتاعت النيورونز نفسها. فهم البروسيسز بتاعت الأستروسايت مع النيورونز بيجوا يمسكوا مع بعض يتشابكوا فيعملوا لك منظر شبه الشبكة. ما بين الشبكة دي بيبقى موجود فيه التيشو فلويد اللي هو مسؤول عن تغذية مين؟ عن تغذية النيورون. احنا زي ما قلنا ان النيوروجلايا الأستروسايت هتيجي ها بالبروسيسز بتاعتها وتقوم جايه واخده النيوتريشن من البلاد فيسل وتقوم جايه موديه على مين؟ على النيورون. اتفقنا يا شباب؟ طيب عايزين نعرف ايه انواع النيورونز اللي موجوده في السريبرال كورتكس. والله انا في عندي نوعين اساسيين. اول نوع اللي بيميز السريبرال كورتكس اللي هو البيراميدال سيل، اللي هي عباره عن الخليه الهرميه اللي بيبقى ليها ايبكس كده او قمه طويله بيطلع منها دندرايت. الدندرايت ده بيمشي ويوصل لحد الطبقه السطحيه من ايه؟ من السريبرال كورتكس، وبينزل من تحت منها اكزون. الاكزون ده بيجي ويسيب الجري ماتر او الكورتكس ويدخل على ايه؟ على الوايت ماتر. طيب تاني خلايا اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن خلايا بقول عليها ستيلت سيل في المجمل كده، يعني مور لسه شبه النجمه بس مع شويه اختلافات في الشكل. اللي هي اول خليه بقول عليها الهوريزونتال سيل اوف كاجال، ومن اسمها هوريزونتال لان هي قاعده ايه؟ قاعده في وضع افقي كده بالمنظر ده. الخليه دي بتبقى صغيره ومغزليه ها، وبتبقى زي ما قلنا قاعده ايه؟ قاعده بالعرض كده متوازيه مع ايه؟ مع السطح بتاع الكورتكس. وبيبقى ليها اكزون. الاكزون ده بيجي يمشي كده او بيطلع منها كده لاترالي من الجنب ها، ويقوم جاي عامل ساينابس مع مين؟ مع الدندرايتس بتاعة البيراميدال سيل. تاني خلية عندي اللي هي او تالت خلية عندي اللي هي عبارة عن الجرانيول سيل، هي تعتبر تاني خلية في الاستيليت وتالت خلية من الخلايا اللي موجودة في السريبرال كورتكس. الجرانيول سيل يا شباب بتبقى خلية صغيرة في الحجم وبتبقى جاية كده ملزقة جنب بعضها، يعني كلهم كده بيبقى جايين ملزقين جنب بعض، فبيدوا منظر كده لما يبقوا ملزقين جنب بعض زي منظر الحبيبات. الجرانيول سيلز دي بتبقى موجودة في كل الطبقات بتاعت مين؟ بتاعت السريبرال كورتكس. وهذه الخلية بيبقى ليها اكزون. الاكزون ده بيبقى قصير. الاكزون ده يا بيطلع فوق في الطبقات السطحية يا بيجي وايه وينزل على تحت زي ما هنشوف بعد كده. طب عايزين نعرف الطبقات بتاعت السريبرال كورتكس دي كام طبقة؟ 6 طبقات. اول طبقه عندي اللي بقول عليها الموليكولار لاير، او ليها اسم كده بقول عليها بلكسي فورم، ومن اسمها يعني شبه الشبكه، يعني انا هبقى متوقعه انها بتتكون من ايه طالما شبكه، يبقى مينلي من نيرف فايبرز. وخلينا متفقين ان كلمه نيرف فايبرز هنمشيها على اي اكزون او دندرايتس هيتسموا هنا نيرف فايبرز، بالاضافه لشويه خلايا قليله، شويه سيل بوديز بتاعه خلايا بس عددها قليل. طب يا ترى النيرف فايبرز دي بتاعه مين؟ بتاعه الدندرايتس بتاعه البيراميدال سيل اللي قلنا ان هي بتيجي وتطلع على الطبقة السطحية، عبارة عن الاكزون بتاع الجرانيول سيل اللي انا قلت لك عليه بيطلع فوق او ينزل على تحت، عبارة عن البروسيسز بتاعت الخلية اللي قاعدة بالعرض هنا في هذه الطبقة اللي هي عبارة عن مين؟ الهوريزونتال سيل اوف كاجال.
طيب تاني طبقة عندي اسمها external granular layer، ومن اسمها انا متوقع ان الطبقة دي بانت محبحبة granular عشان فيها مين؟ granule cells اللي احنا قلنا عليها من شوية، واللي بتبقى قاعدة ايه ملزقة ببعض بالمنظر ده، فبتديك منظر زي ايه؟ منظر الحبيبات. تالت طبقة اللي اسمها external pyramidal layer، ودي طبقة من اسمها هتحتوي على pyramidal cell بتبقى صغيرة ووسط في الحجم. والطبقة اللي بعد كده اللي اسمها internal granular layer اللي زيها زي مين؟ زي external granular layer. الطبقة اللي بعد كده اللي اسمها internal pyramidal layer، والطبقة دي مهمة جدا، الطبقة دي اللي بسميها الganglionic layer، واللي بتحتوي على pyramidal cell لكنها بتبقى medium و large size. وخلينا اقولك ان هذه الطبقة بتحتوي على large pyramidal cell اللي اسمها البيتز cell. ايه البيتز cell دي؟ البيتز cell دي عبارة عن خلية pyramidal بتبقى كبيرة، بيجي الاكزون بتاعها ها ويجي يطلع او ينزل من الكورتكس ويروح على الوايت ماتر، ويجي الاكزونز تتجمع مع بعض وتعمل لك البيراميدال تراكت اللي احنا خدناها في السباينال كورد، وتيجي بعد كده تنزل بيراميدال تراكت عشان في نهاية يحصل ايه؟ يحصل ان الاكزونز بتاعتها دي بتاعت الخلايا دي تقوم جاية عاملة سينابس مع مين؟ مع الخلية اللي هي موجودة في الانتيريور هورن بتاعت السباينال كورد. فاسمي الخلية البيراميدال الكبيرة دي اللي عملت لي البيراميدال التراكت اسميها upper motor neuron، واسمي الخلية اللي هي موجودة في الانتيريور هورن واللي عملت معها upper motor neuron synapse اسميها lower motor neuron، واللي الاكزون بتاعها هيروح عشان يغذيلك ايه؟ السكيليتال ماسل. خلي بالك ان كلمة ganglionic layer او ganglionic cell دي بتطلق على ايه؟ دي بتطلق على اي خلية عصبية الاكزون بتاعها هيسيب المكان اللي هو فيها ويخرج على برة. فهنا لو جيت بصيت هلاقي ان البيراميدال سيل فعلا هنا الاكزون بتاعها بيسيب الجري ماتر او بيسيب الكورتكس وبيروح على الوايت ماتر، وبيسيب الوايت ماتر والبرين خالص ويروح بعد كده على الايه؟ ينزل على البين ستيم والسباينال كورد. فكلمة ganglionic cell دي هتتكرر معانا بعد كده. اخر طبقه عندي اللي اسمها البوليمورفيك لاير، ومن اسمها طبقه مالتي فورم متعدده الاشكال، فيها انواع كتيره جدا من الخلايا العصبيه. وخلينا اقول لك ان هي الطبقه دي اعرض طبقه في السريبرال كورتكس. اتفقنا شباب؟ طيب عايزين نعرف دلوقتي هل في فرق في هذه الطبقات ما بين الموتور اريا والسنترال والسنسوري اريا بتاعت الكورتكس بتاعت السريبرال كورتكس؟ اه في. بمعنى ايه؟ ان الموتور اريا المسؤول عن الحركه، فكرك انهي خلايا او انهي طبقه اللي هتبقى فيها فيري ويل ديفلوبد؟ اكيد البيراميدال سيل، واكيد الطبقه دي هتلاقي فيها البيتز سيلز موجوده. لكن تعالى في السنسوري اريا، متوقع البيراميدال سيل هيبقى وضعها ايه؟ ها اكيد هتبقى الديفايند، اكيد هتبقى الجرانيولر سيل هي اللي غالبه على هذا الاستراكشر او على هذا الجزء. فعشان كده بقول ان السنسوري اريا دي ات از اوف ايه؟ اوف جرانيولر تايب، يعني جرانيولر لايرز هنا هي اللي ويل ديفلوبد. لكن بقول على الموتور اريا ان هي جرانيولر تايب، لان الجرانيولر سيل بتبقى فيو والبيراميدال سيل هي اللي واخده الابر هاند. اتفقنا يا شباب؟ ومن السريبرال كورتكس نروح بعد كده على السريبيلر كورتكس، ها وبرضو نفس الكلام، هو السريبيلر كورتكس عبارة عن الجري ماتر بتاعي، وبرضو هنلاقيه بيكون من طبقات بس هنا عددها 3 وليس 6. وأول طبقة عندي السطحية الموليكولر لاير، زيها زي مين؟ زي بتاعة السريبرال كورتكس، اللي برضو بتتكون مينلي من ايه؟ ها من مايلينيتد نيرف فايبرز، مايلينيتد نيرف فايبرز. لأن خلي بالكوا يا شباب، كلمة موليكولر معناها على طول وانت مغمض اعرف ان المكون الاساسي هنا عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فايبرز. فحلاقي شوية ايه؟ فايبرز كده فيها انمايلينيتد مع شوية نيورونز بتربط لي ايه؟ الخلايا ببعضها. طيب يا ترى ايه شويه النيورونز اللي موجوده القليله هنا؟ هتلاقي في خليتين، اول واحده اسمها ستيليت سيل اللي هي خليه شبه النجمه دي اللي موجوده بتبقى ايه؟ ناحيه الجزء السطحي من طبقه الموليكولر لاير، وخليه تانية اسمها باسكت سيل موجوده في الجزء الديب العميق من الموليكولر لاير. والباسكت سيل دي بيبقى ليها دندرايتس قصيره وليها اكزون كده طويل، ها الاكزون ده بيدي تفرعات جانبيه بتيجي وتقوم جايه كده محوطه السيل بودي
الفاضي بتاعت ايه؟ بتاعت الخلايا اللي موجوده في الطبقه الثانيه اللي اسمها البريكنجي سيل. بتحوطها كده كانها بالظبط ايه؟ كانها بالظبط كده شبكه باسكت جواها ايه؟ كره الباسكت، عشان كده اتسمت باسكت سيل. طيب ايه يا ترى النيرف فايبرز اللي هلاقيها هنا؟ عباره عن السيل بروسيس بتاعت مين؟ اول حاجه هلاقي هنا ايه؟ دندرايتس. احنا اتفقنا ان البروسيسز هتسمى على اكزون او دندرايتس، اي حاجه هسميها ايه؟ بروسيسز. اول حاجه هلاقي الدندرايتس بتاعت مين؟ بتاعت ايه؟ الخلايا اللي موجوده في الطبقه الثانيه اللي قلت لكم عليها اللي اسمها البركنجي سيل. هتلاقي فيه برضو ها دندرايتس بتاعت خليه موجوده في الطبقه الثالثه اسمها جولجي سيل. هتلاقي فيه اكزون بتاعت خليه برضو موجوده في الطبقه الثالثه اسمها ايه؟ اسمها جرانيول سيل. هتلاقي كمان في فايبرز اسمها كلايمبنج فايبرز، عباره عن الياف متسلقه. جايه منين دي؟ جايه من الانفيريور اوليف، من النيوكليس بتاعه المضله اللي اسمها الانفيريور اوليف، وجايه هذه الفايبرز ودخلت جوه السريبرا السريبيلم ومشت في الجري ماتر او في الكورتكس وطلعت طلعت 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 وتسلقت مين؟ البركنجي سيل، عشان كده اسمها كلايمبنج فايبرز، وانتهت بايه؟ بسينابس مع الدندرايتس بتاعه البركنجي سيل. طيب تعالي على الطبقة التانية اللي هو عبارة عن البركنجي سيل لير، اللي هي برضو بسميها الجانجليونيك لير. ايه ده؟ معنى كده ايه؟ معنى كده انها زيها زي بيراميدال سيل، ان الاكزون بتاعها هيجي هاوي يقوم جاي سايب لك السريبيلر كورتكس ورايح لك على الوايت ماتر ومنه طالع برا السريبيلم. يبقى اذا الجانجليونيك سيل دي زي ما قلت قبل كده انها صفه وليست اسم، صفه لاي خليه الاكزون بتاعها يعتبر اوتبوت اكزون، يعني شايل المعلومات من الاورجان وخارج بيه ايه؟ على بره. طيب يا ترى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها كده شبه الكمثرى، وبتبقى مترصصه في صف واحد كده جنب بعض ما بين الطبقتين التانيين اللي احنا ايه؟ اللي احنا قلنا عليهم، واحده منها الموليكولار والتانيه اللي هناخدها بعد شويه اللي اسمها الجرانيولار لاير. وخلينا اقول لك ان السيل بودي بتاعت الخلايا دي بيبقى كبير، وبيطلع منها دندرايتس بتمشي في الموليكولار لاير وبتتفرع تفرعات كتيره، بس كل التفرعات بتبقى موجوده على نفس المستوى، على نفس المستوى. هذه التفرعات دي يا شباب ها بتيجي تعمل سينابس مع كلايمبنج فايبرز اللي انا قلت لكم عليه من شويه، ومع الاكزون بتاع مين؟ بتاع الخليه اللي موجوده في الطبقه الثالثه اللي اسمها الجرانيول سيل. طيب بالنسبه للاكزون بتاع البركنجي سيل ايه وضعه؟ خلي بالكم البركنجي ليها اسم تاني بيقولوا عليها بايريفور، يعني شبه كده القاروره. ايه وضع الاكزون؟ الاكزون ده بيجي ها وينزل منها ويسيب الكورتكس ويدخل على الوايت ماتر وينتهي على نيوكلياي موجوده في الوايت ماتر اسمها الديب سيريبيلر نيوكلياي اللي انتوا خدتوهم فين؟ في الاناتومي. طيب تعالى على تالت طبقه اللي اسمها الجرانيولار لاير. وليه اتسمت كده؟ ليه طبقه محبحبه؟ لان انا متوقعه ان انا هلاقي فيها هنا برضو الجرانيول سيل، برضو الجرانيول سيل اللي هي هنا بيبقى ايه؟ عددها كبير بالمنظر ده، وبتبقى خلايا حجمها صغير والنيوكليوس بتاعتها كبيره والسيتوبلازم قليل ومزنقه ببعض، فعشان كده اديتك هذه الطبقه منظر ايه؟ الحبيبات. طيب الخليه دي بيجي ويطلع منها دندرايتس قصيره وقليله، ويجي يخرج منها اكزون كده طويل، الاكزون ده يطلع 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 لحد ما يوصل للموليكولار لاير وينتهي بسينابس مع مين؟ قلنا من شويه مع الدندرايتس بتاعه البركنجي سيل. خليه تانية موجوده عندنا في الجرانيولار لاير اسمها الجولجي سيل، والخليه دي بتبقى خليه ها ستيليت، شكلها برضو ستيليت زيها زي مين؟ زي الجرانيول سيل، بس بتبقى كبيره في الحجم، والدندرايتس بتخرج من السيل بوديز بتاعتها ها وتيجي كده تتفرع على مستويات مختلفه، عامله بالظبط كده زي الريش بتاع المروحه، عارف كده ريش المروحه؟ نفس المنظر بالظبط، بتتفرع ايه؟ على مستويات مختلفه في الثلاث طبقات، الثلاث طبقات اللي هي الجرانيولار لاير، البركنجي سيل لاير، والمين؟ والموليكولار لاير. والاكزون بتاعها بيجي وينزل ينزل في جرانيولار لاير برضو ويتفرع في نهايته لفرعين، الفرعين دول مالهم؟ ينتهوا بسينابس مع الدندرايتس بتاعه الجرانيول سيل. طيب عايزين نعرف دلوقتي هي ايه وظيفه السيريبيلم؟
زي ما قلت لكم ان السيريبيلم ده عامل زي جهاز الكمبيوتر بتاعك، بتيجي تغذيه بمعلومات بسميها input information، ياخد المعلومات دي ويعمل لها processing تنظيم، وبعد كده يطلعها على شكل output information، ها اللي هي ايه؟ اللي هي النتيجة او result اللي بتطلع لي. نفس الكلام السيريبيلم بيعمله. السيريبيلم بيجي يستقبل معلومات من حتت مختلفة من جسمك، input information داخلاله. معلومات عن ايه؟ معلومات عن الايه؟ عن درجة او نقول كده معلومات عن الجهاز الحركي بتاعك، عن درجة الديجري او الديجري بتاعت الايه؟ استريتش بتاعت الماسل بتاعتك، عن الديجري بتاعت الماسل تنشن بتاعتك، عن الحركات الارادية بتاعتك، عن وضع جسمك بالنسبة للبيئة المحيطة بيه. بياخد كل المعلومات دي ها ويبتدي ان هو ينظمها، يعمل لها بروسيسنج ها، وبعد كده يجي يخرجها على شكل ايه؟ output information، معلوماتها تعمل لك تناسق وتنظيم في ايه؟ في حركات جسمك مع بعضها. ما تبقاش تتحرك وخلاص، ما هو البيراميدال تراكت دي بتخليك تتحرك، لكن انا مش عايزه الحركه دي تبقى حركه عشوائيه، احنا عايزينها حركه بانتظام، عايزين حد ينظم هذه الحركه، يعمل فيها تناسق، ما يخليش التون بتاعتك عاليه ولا واطيه، ما يخليش استجابتك للريفلكس عاليه ولا واطيه، لا عايزين كل حركات جسمك تبقى متناسقة مع بعض. فالوظيفة دي هي وظيفة مين؟ السيريبيلم. عشان كده بنقول ان الـ input information اللي هتدخله ها جياله منين؟ جياله منين؟ الـ input information جياله عن طريق fibers بقول عليها afferent fibers، وكلمة afferent معناها ايه؟ ها معناها الفايبرز اللي جاية وشايلة المعلومات ودخلة بيها على السيريبيلم عشان ينظمها. معلومات هيجيبها منين؟ من الـ spinal cord. منين من الـ spinal cord؟ يعني من المصل ايه؟ ها من اللي هي المصل spindle ومن الجولجي تندون organ. معلومات جياله عن ايه؟ عن degree of muscle tension والمصل length. معلومات جياله من السيريبرم عن طريق الايه؟ عن طريق البونز اللي هو جزء من البرين ستيم. اباوت ايه؟ اباوت الفولنتري موفمنت بتاعتي. معلومات جياله من الفيستيبولار نيوكليس اللي هي عباره عن نيوكليس موجوده في الميدلا واللي هي مسؤوله عن عمليه الاتزان. كل ده ها بيجي يدخل جوه السيريبيلم، يقوم ايه؟ السيريبيلم عامل ايه؟ عامل بروسيسنج او تنظيم لهذه المعلومات. طيب زي ما قلنا المعلومات دي هتدخل عن طريق فايبرز، والفايبرز دي عبارة عن ثلاث أنواع من الفايبرز. أول واحدة اللي بقول عليها الموسي فايبرز، ودي معظم المعلومات هتدخل للسيريبيلم عن طريق هذه الفايبرز. الفايبرز دي اللي جايبة المعلومات من السباينال كورد، من السيريبرم، من الفيستيبولار نيوكليس ها، وتقوم جاية ايه؟ تقوم جاية كده عاملة برانشز، وينتهي كل برانش بدايلاتيشن كده. هذا الدايلاتيشن يعمل ساينابس مع مين ها؟ مع الدندرايت بتاعة الجرانيول سيل، ويعمل لك منظر كده شبه الوردة، بقول عليها موسي فايبر روزيت. ايه فايدة الموسي فايبر روزيت ده؟ ان ببساطة شديدة المعلومات اللي شايلها الموسي فايبر هيجي ها وتقوم جاية عاملة ستيميوليشن لمين؟ للدندرايتس بتاعة الجرانيول سيل. تقوم جاية المعلومات دي تنتقل ألونج الأكزون بتاع الجرانيول سيل ها، وتقوم جاية ماشية ماشية ماشية، والأكزون ده عامل سينابس مع مين؟ مع الدندرايت بتاعة البريكنجي سيل. يقوم عامل ستيميوليشن للدندرايت بتاعة البريكنجي سيل، يقوم بعد كده ايه ها تيجي المعلومات دي وتروح على البريكنجي سيل عشان تعمل لها بروسيسنج تنظيم، وبعد كده تخرج هذه المعلومات عن طريق الاكزون بتاع البركنجي سيل ها، ويروح بعد كده على الديب سيريبيلر نيوكلياي. تاني فايبرز عندي شايلة المعلومات برضو اللي هي عبارة عن مين؟ اللي هي عبارة عن الكلايمينج فايبرز اللي قلنا ان هي جاية من الانفيريور اوليف، وطلعة طلعة طلعة وتسلقت البركنجي سيل، وانتهت بساينابس على ايه؟ على الدندرايتس بتاعة البركنجي سيل. وتالت فايبرز عندي اللي اسمها الريكارنت كولاترال، والريكارنت كولاترال دي يا شباب بتبقى عبارة عن فايبرز طالعة من الاكزون بتاعة البريكنجي سيل، وبتروح على الدندرايت بتاعة الجولجي سيل، ودي بتعمل انهيبيشن للجولجي سيل. طيب عايزين نعرف بقى المعلومات اللي خارجة دي خارجة عن طريق ايه؟ خارجة زي ما قلنا عن طريق الاكزون بتاع ها مين يا شباب؟ برافو عليكم، البركنجي سيل، اللي بقول عليها الافرنت فايبرز، اللي هي خلاص بعد ما عملنا بروسيسنج للمعلومات ونظمناها ووضبناها وعملنا تناسق ما بينها، هتخرج من خلال الاكزون بتاع البركنجي سيل، وتنتهي في الوايت ماتر بتاع السيريبيلم على الديب سيريبيلر نيوكلياي.
خلي بالك من حاجة مهمة قوي، ايه هي؟ ان في الجرانيولر لاير بتاعة السيريبيلر كورتكس بيبقى فيه ستراكشر كده بيميزها اسمه سيريبيلر جلوميريولاي. وايه الجلوميريولاي دي؟ مش الجلوميريولاي اللي خدناها في الكيدني دي، هنا الجلوميريولاي هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من السينابس، كومبلكس سينابتك اندينج، موجود ما بين مين ومين؟ موجود ما بين الموسي فايبرز والدندرايت بتاعة الجرانيولر سيل، وما بين الدندرايت بتاع جرانيول سيل والاكزون بتاع الجولجي سيل. كل ده على بعض كده السينابتك اندينج دي بسميها السيريبيلر جلوميريلاي، وبتبقى موجودة في الجرانيولر لاير وبتميزها. ايه اهمية السيريبيلر جلوميريلاي؟ انها بتعتبر المحطة الاولى للبروسيسنج بتاعت الانفورميشن اللي هي داخلة على مين؟ داخلة على السيريبيلر كورتكس، المحطة الاولانية للبروسيسنج بتاعت هذه الانفورميشن. يبقى إذا نقدر أعمل مقارنة بين الموليكولار لاير بتاعت السيريبيلر كورتكس وبتاعت السيريبيلر كورتكس، الاتنين ها بيكونوا مينلي من سيل بروسيسز وفيهم شوية نيورونز. لكن السيل بروسيسز بتاعت الموليكولار لاير اللي هي بتاعت السيريبيلر كورتكس اللي هي عبارة عن إيه؟ زي ما قلنا عبارة عن الدندرايتس بتاعت البركينجي سيل والدندرايت بتاعت الجولجي سيل، وعبارة عن الأكزون بتاع مين؟ بتاعت الجرانيول سيل، بالإضافة لمين؟ للكلايمبينج فايبرز أو إيه؟ الألياف المتسلقة. لكن السيل بروسيسز في حاله السريبرال كورتكس هنا هتبقى عباره عن الدندرايتس بتاعه البيراميدال سيلز والاكزون بتاع مين؟ بتاع الجرانيول سيل. تعالى على النيورونز اللي موجوده في الموليكولار لاير بتاعه السريبيلر كورتكس، عندي في اتنين، عندي ستيليت سيل موجوده عند السطح وعندي في باسكت سيل موجوده ديب. لكن اللي هلاقيها في الموليكولار لاير بتاعه السريبرال كورتكس فقط عباره عن الهوريزونتال سيل اوف ايه؟ اوف كاجال. طب لو جيت كده وسألتكوا سؤال بعد الكلام اللي احنا قلناه ده، قولي ايه الفايبرز اللي موجودة في الوايت ماتر بتاع السيريبيلم وبتاع السيريبرم؟ يبقى تعالى نفكر كده ونشوف مع بعض ايه الفايبرز اللي موجودة في الوايت ماتر بتاعة السيريبيلم. عندي فيه 3 فايبرز، اللي هم ايه يا شباب؟ اللي هي اول واحدة الموسي فايبرز، تاني واحدة الكلايمبينج فايبرز، تالت واحدة اللي هي مين؟ ها اللي هي الاكزونز بتاعة مين؟ البركينجي سيل. طيب بالنسبة للسريبرم هيبقى مين موجود في الوايت ماتر؟ عبارة عن الأكزونز بتاعة البيراميدال سيلز، واللي بتعمل لي مين؟ اللي بتعمل لي بيراميدال تراكت. طيب أقدر برضو أعمل مقارنة ما بين الجانجليونيك سيل بتاعة السريبرم وبتاعة السريبيلم؟ بتاعة السريبرم البيراميدال سيل، بتاعة السريبيلم البركينجي سيل. بتاعة السريبرم اللي هي بيراميدال سيل بيبقى ليها دندرايت كده ها طويل واصل لحد الموليكولار لاير. بتاعة السريبيلم او البركينجي سيل بتيجي يطلع منها الدندرايت ويتفرع تفرعات كتيرة قوي في مستوى واحد، فين؟ في الموليكولار لاير، وزي ما قلنا بتعمل سينابس الدندرايت دي مع الاكزون بتاع جرانيول سيل ومع كلايمبينج فايبر. طيب الاكزون بتاعه البيراميدال سيل وضعها ايه؟ ان بيجي ينزل كده من البيز بتاع الخليه وينزل على الوايت ماتر. بتاع البركينجي سيل بيعمل ايه؟ بينزل برضو من البيز بتاع الخليه يسيب برضو الكورتكس ها ويروح على الوايت ماتر وينتهي على الديب سيريبيلر نيوكلياي. اتفقنا يا شباب؟ نروح بعد كده على الجزء عندنا اللي هو الخاص بالإير، ومع بعض كده سريعا ناخد أجزاء الإير، الإكسترنال والميدل إير والإينر إير. بالنسبة للإكسترنال إير دي بتتكون من 3 أجزاء، أول جزء اللي بقول عليه الأوريكل أو الإير بينا، وده التركيب بتاعه عبارة عن إلاستيك كارتليج بتبقى متحوطة من الناحيتين بإيه؟ بسكين. تاني جزء اللي بقول عليه external auditory meatus أو external acoustic canal، وهذه القناة بتتقسم لجزئين، جزء اللي هو الخارجي اللي بقول عليه lateral part أو اللي هو lateral one third، والجزء ده بيبقى تكون برضو من elastic cartilage زي الأوركل بتاع الإير. والجزء الميديال اللي هو الداخلي اللي هو التلتين التانيين ده بيبقى جزء عبارة عن إيه؟ عبارة عن بون. خليني اقول لك ان سواء الجزء الكارتليج او الجزء البوني بيبقى برضو متغطي بايه؟ متغطي برضو بسكين زيه زي الاوريكل، وهذا السكين بيبقى ماسك كويس قوي في الاستراكشر اللي تحته اللي هو مين؟ اللي هو سواء كان الكارتليج او سواء كان البون. عشان كده عشان السكين ماسك فيه البون او الكارتليج اللي تحته كويس جدا، فلو حصل اي هنا تجمع ليه صديد بس، فبيحصل ان ايه؟ بيحصل ان الالم ده بيكون هنا جامد جدا، لان احنا بنقول ان هنا الصديد بيتجمع under tension.
خليني أقولك برضو إن الجزء اللي هو تحت السكين اللي هو السبكوتينيوس تيشو في المنطقة اللي فيها الكارتليج بيحتوي على جلاند اللي بقول عليها السيريومينس جلاند، ودي الجلاند اللي بتفرز الواكس أو الشمع بتاع الودان. تالت جزء من الاكسترنال اير اللي هو عبارة عن التيمبانيك ميمبرين أو الاير درام، والاير درام ده بيتكون من جزئين، جزء بيبقى مرخي كده بقول عليه البارس فلاسيدا، والجزء التاني كبير اللي بقول عليه البارس تنسا، وده بيمثل الجزء الأكبر من الاير درام والجزء الأقوى. ايه تركيب بتاع التيمبانيك ميمبرين بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن طبقة خارجية من السكين اللي هي الطبقة دي اللي هتبقى موجهة للإكسترنال إيديتري كانال، وطبقة داخلية موجهة للميدل إير، ودي بتبقى عبارة عن ايه؟ ميوكاس ميمبرين، غشاء مخاطي بيبقى متغطي بكيوبويدال إبيثيليوم، وما بين الطبقة الخارجية والداخلية بيبقى فيه قلب كده من جوه بيبقى محشي بايه؟ بفايبرس تيشو. طيب تعالوا مع بعض ونشوف الميدل اير هنلاقيها بتتكون من ايه. هنلاقي فيها تو ويندوز، شباكين، واحد بقول عليه اوفال ويندو وواحد بقول عليه الراوند ويندو. وخلينا اقول لك ان الراوند ويندو ده بيبقى متغطي بممبرين بقول عليه السكندري تيمبانيك ممبرين. يعني ايه سكندري تيمبانيك ممبرين؟ يعني تيمبانيك يعني بيكون من غشاء شبه نفس التركيب بتاع التيمبانيك ممبرين اللي احنا لسه قايلينه من شويه. خلينا اقول لك برضو ان تركيبيا الميدل اير دي بتبقى متغطيه بابيثيليوم، ابيثيليوم ده عباره عن كيوبويدال ابيثيليوم، زي ما احنا لسه واخدين من شويه ان ايه، ان الطبقه الداخليه من الاير درام او من طبله الودن بتبقى عباره عن ميوكاس ممبرين متغطي بكيوبويدال ابيثيليوم اللي هو الغطاء بتاع الانر اير. وخلينا اقول لك برضو ان الميدل اير بتحتوي على 3 بونز اللي هم بقول عليهم الاوسيكل، الميليس والانكس والستيبس. وخلينا اقول لك كمان ان الستيبس دي بتنتهي كده بجزء زي الرجلين بقول عليه الفود بليت، وده بيبقى قاعد على الاوفال ويندو او قافل الايه الاوفال ويندو. ونروح بعد كده على الجزء بتاعنا اللي هو عباره عن الانر اير. وخلينا اقول لك ان الانر اير دي بتتكون من وات از كولد لابيرنث، وكلمه لابيرنث معناها ان انا عندي فيه حجرات بتبقى غير منتظمه الشكل ومتشابكه مع بعض. هذه الحجرات بتتكون من جزء خارجي عظمي بقول عليه اوسيوس لابيرنث، ها، وده بيبقى مليان بفلويد بقول عليه بيريليمف، وجواه في جزء داخلي ها بيبقى غشائي بقول عليه ميمبرنس لابيرنث، بيبقى واخد نفس شكل الجزء ايه العظمي اللي هو متحوط بيه، وبيبقى جواه سائل بقول عليه الاندوليمف. طيب الجزء الاوسيوس اللي هو العظمي بيتكون من ايه؟ من 3 اجزاء. اول جزء اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الكوكليا، ودي بتبقى موجوده انتيريور القوقعه. تاني جزء بقول عليه الفيستيبيول اللي هو الجزء الواسع ده اللي بيبقى موجود في النص. وتالت جزء عباره عن 3 قنوات موجودين بوستيريور بسميهم سيمي سيركلر كانال. هذه القنوات بتبقى ايه؟ عموديه على بعض بالمنظر ده او المنظر اللي انت شايفه قدامك ده. طيب تعالى على الجزء الغشائي اللي هو موجود جوه، بيبقى عبارة عن ايه؟ جوه الكوكليا هلاقي فيه الكوكليار داكت، وجوه الفيستيبيول هلاقي فيه جزء اسمه الساكيول وجزء اسمه اليوتركل، والساكيول ده اللي هو ايه؟ اللي هي بتيجي الكوكليار داكت وتقوم جاية متصلة بيه. وجوه التلاتة سيمي سيركلر كانال بيبقى فيه 3 سيمي سيركلر داكت. التلاتة داكت دول كل جزء فيهم بينتهي بجزء كده واسع بسميه الأمبلا، والأمبلا ده بيفتح أو بيتصل بمين؟ بيتصل باليوتريكل. خلينا أقولك إن الجزء الميمبرنس ده هو ده اللي بيحتوي على الفيستيبولر والأوديتري أباريتس، الأباريتس أو الجهاز المسؤول عن الاتزان بتاع الجسم وعن إيه؟ وعن السمع. وخلينا نبتدي مع بعض بأول حاجة اللي هو عبارة عن الفيستيبولار أباريتس. الفيستيبولار أباريتس ده زي ما قلنا هو بيبقى موجود في الجزء الميمبرنس، في الميمبرنس لابيرنث. بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في مكانين، أول مكان فيهم اللي هو عبارة عن الايه؟ اليوتريكل والساكيول بتاعي. ادي اليوتريكل وادي الساكيول بتاعي، بيبقى موجود في جزء بقول عليه الماكلا، والماكلا دي هي دي اللي مسؤولة عن عملية ايه؟ عملية الاتزان. كمان بتلاقي جوه السيمي سيركلر داكت بتلاقي كمان جزء تاني ها بقول عليه الكريستا امبولاريس. وخلينا نبتدي باول جزء معانا اللي هو عباره عن الماكلا، والماكلا دي بتبقى موجوده في الاثنين، في الساكيول وفي اليوتركل. فبتاعه الساكيول بقول عليها ماكلا ساكيلاي، وبتاعه اليوتركل بقول عليها الماكلا يوتركلاي.
طيب هي الماكلة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثيكنينج في الممبرين بتاع اليوتريكل والساكيول، يعني جزء كده تخين في الغشاء بتاع الساكيول وبتاع اليوتريكل. هذا الغشاء التخين بيتكون من ايه؟ بيتكون من نيورو ايبيثيليوم. يعني ايه نيورو ايبيثيليوم؟ يعني عبارة عن ايبيثيليوم ها تخصص في وظيفة ان هو يشتغل كنيورون، كخلايا عصبية تعمل ايه؟ تعمل بيرسبشن، تيجي تستقبل طاقة حركية وتحولها لطاقة كهربائية. طيب يا ترى التركيب بتاع الماكلة ايه؟ بتتكون من 3 حاجات. اول 2 عبارة عن خلايا، واحدة اسمها الهير سيلز واحدة اسمها السابورتينج سيل، وغشاء بيغطيها اسمه الاوتوليثيك ميمبرين. تعالوا نشوف كده مع بعض الفرق ما بين الخلايا. عندي اول خلايا اللي قلنا عليها الهير سيل، ودي عبارة عن المستقبلات اللي هي عبارة عن الريسبتور سيل اللي هتستقبل اي حركة او اي تغيير حصل في حركة ايه؟ حركة الراس بتاعتك. الهير سيل دي عبارة عن نوعين، نوع بقول عليه تايب 1 ونوع بقول عليه تايب 2. ايه الفرق ما بينهم؟ التايب 1 ده يا شباب بيبقى عامل زي الفلاسكة كده، زي القارورة، الجزء العلوي منها بيبقى طالع كده منها بروزات بقول عليها الستيريوسيليا. والستيريوسيليا زي ما قلنا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن زيها زي المايكروفيلاي، بتتكون جواها من اكتين، بس الاكتين ده بيبقى ماسك مع شوية بروتين تانية، فبيخلي الستيريوسيليا ايه؟ بتبقى ريجيد، ناشفة كده شوية. هذه الستيريوسيليا بتبقى مترصصة في ترتيب تنازلي، بحيث ان اطول واحدة ها بتبقى ايه؟ واقفة اهي، وبعديها الاصغر فالاصغر او فالاقصر فالاقصر وهكذا. واطول واحدة في الستيريوسيليا بتبقى ملاصقة لايه؟ لحاجة اسمها كاينوسيليوم، والكاينوسيليوم ده بيبقى واحد فقط. والكاينوسيليوم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تركيب زي السيليا، بيتكون من مايكروتوبيول ولكنه بيبقى غير مطايل، غير قادر على الحركة. طيب امال تايب 2 شكلها ايه؟ التايب 2 دي بتبقى كولامنر ان شيب، وبيطلع منها برضو ستيريوسيليا وكاينوسيليوم زي ايه؟ زي تايب 1 بالظبط. طيب تعالى على الخلية الثالثة اللي هي اسمها السابورتينج سيل. السابورتينج سيل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان اي خلية عصبية عندي لازم يكون ليها خلية داعمة. فالسابورتينج سيل دي عبارة عن كولامنر سيل، فايدتها ان هي بتيجي تدعم لك هذه الهير سيل. وخلينا اقول لك ان الابيكس بتاع كولامنر سيل بيبقى فيه شوية مايكروفيلاي عشان تزود السيرفيس اريا، تزود السيرفيس اريا لايه؟ للسكريشن او الافراز بتاع الغشاء اللي بيغطي ايه؟ اللي بيغطي هذا الجهاز. خلينا اقول لك برضو ان الكولامنر سيل دي بتبقى قاعدة على بيزمنت ميمبرين. وليه قاعدة على بيزمنت ميمبرين؟ لان احنا زي ما قلنا الماكلة دي عبارة عن نيورو ايبيثيليوم، ومن خصائص الايبيثيليوم ان الخلايا بتاعته بتبقى قاعدة على ايه؟ قاعدة على بيزمنت ميمبرين. طيب هي الهير سيلز دي عشان تشتغل كمستقبلات لازم لها ايه؟ لازم لها ان هي تبقى عاملة ساينابس مع النيرف فايبر. اللي هو مين النيرف فايبر؟ اللي هو عبارة عن الفايبرز بتاعة الفيستيبولار برانش بتاع الفيستيبولو كوكليار نيرف، اللي هي مسؤولة عن عملية الاتزان. خلينا اقولك ان النيرف فايبر ده بيجي يخترق البيزمنت ميمبرين ويجي كده يحوط الجزء البيزل بتاع التايب 1 هير سيل، يحوطه كده كانه ايه؟ كانه زي الفنجان قاعده في حجره. مين قاعده في حجره؟ البيزل بارت بتاع التايب 1 هير سيل. طيب انما تايب 2 الوضع مختلف. النيرف فايبر بعد ما بيجي يخترق البيزمنت ميمبرين بينتهي كده حوالين التايب 2 في الجزء البيزل في كذا منطقه بالمنظر ده، كانه عامل زي الزرار، فبقول ان هو بينتهي بايه؟ بمالتيبل باتنز، زي كده زراير صغيره بالمنظر ده. طيب يا ترى ايه وظيفة التايب 1 والتايب 2؟ زي ما قلنا هم عبارة عن ريسبتور مستقبلات بيحسوا بايه؟ باللينير اكسلريشن بتاع الهيد. يعني ايه اللينير اكسلريشن؟ يعني حضرتك كده لما تيجي تتني راسك على قدام ها بيحصل ايه؟ بيحصل كده تغيرات في هذا الجهاز زي ما هنشوف بعد شوية. هذه التغيرات اللي بتحصل ها تغيرات الحركية هتيجي تترجم على شكل ايه؟ اشارات كهربائية تنتقل الونج ايه؟ الفيستيبولار برانش بتاع الفيستيبولو كوكليار نيرف وتروح على البرين. وزي ما قلنا ان السبورتنج سيل بتبقى وظيفتها ان هي بتسبورت الهير سيل، وكمان ان هي ايه؟ بتفرز الغشاء اللي احنا هنشوفه بعد شويه. الغشاء ده اللي انا بقول عليه الاوتوليثيك ميمبرين، وده عباره عن غشاء جيلاتيني بيتميز ان السطح بتاعه بيبقى مترصف فيه حصوات بقول عليها اوتوكونيا او اوتوليثس. الحصوات دي عباره عن ايه؟ عباره عن كالسيوم كربونيت. وخلينا اقول لك ان الستيريوسيليا
والكاينوسيليوم بتوع الهير سيلز بيبقوا راشقين في هذا الغشاء. طيب عايزين نعرف هي ايه فايدة هذه الحصوات او الاوتوكونيا؟ فايدتها ان هي تقلك الايه هذا الغشاء. ليه؟ بحيث ان انت لما تيجي تتني راسك بالمنظر ده ايه اللي هيحصل؟ انا عندي هنا حوالين هذا الجهاز في ايه؟ في الاندوليمف اللي هو موجود جوه اليوتركل والساكيول. فالاندوليمف ده بتأثير الجرافيتي هو كمان نازل على تحت بالمنظر ده، فيعمل لك ايه؟ فالغشاء ده بتقله نتيجة لوجود هذه الحصوات غصب عن بوزه هيتحرك بتأثير الجرافيتي على تحت بالمنظر ده، فينتج عن كده ايه؟ ان الاستيريوسيليا اللي هي راشقه في هذا الممبرين يحصل لها ايه؟ ديفليكشن او تتنى ناحية الكاينوسيليوم، فينتج عن كده ايه؟ فتح قنوات للبوتاسيوم، يدخل البوتاسيوم جوه الخلية ويعمل فيها ديبولاريزيشن، وينتج عن كده ايه؟ جينيريشن لاكشن بوتنشال ترافل الونج ايه الفيستيبولار برانش ويروح لإيه؟ للبرين. كده أنا عرفت الموقع بتاع راسي وضعه إيه، فبالتالي إيه؟ بالتالي البرين يبتدي بعد كده يستجيب علشان إيه؟ علشان يصلح هذا الوضع ويرجع تاني راسك لإيه؟ للأبرايت بوزيشن بتاعتها. تاني جزء عندي اللي هو مسؤول برضو عن الاتزان اللي هو قلنا العبارة عن الكريستا أمبوليرس، والكريستا أمبوليرس نفس المكان نفس الكلام زي الماكلة بالظبط. الفرق ان هو بيبقى موجود فين؟ موجود في السيمي سيركلر داكت. فين بالظبط؟ في الجزء الواسع بتاعها اللي بقول عليه الأمبلا. فالتركيب بتاع الكريستا أمبوليرس بيتكون برضو من ثلاث حاجات، بيتكون من الهير سيلز المستقبلات بتاعتي اللي هي تايب 1 وتايب 2 بالظبط زي بتاعت الماكلة، بتتكون من سبورتينج سيلز أو خلايا داعمة لهذه الهير سيلز، وبتتكون من غشاء، بس الغشاء هنا بقول عليه الكابيلا، وهو بيتسمى كده لأن هو بالظبط كده عامل زي الكبة بتاعت المئذنة، بيبقى بارس كده جوه ايه؟ جوه الايه؟ الاندوليمف، أو بيبقى بارس كده جوه الممبرين بتاع ايه؟ بتاع السيمي سيركلر داكت. طيب الكابيلا ده يفرق ايه يا شباب عن الماكلة؟ الكابيلا ده شباب حاجتين، اولا ان السطح بتاعها ما فيهوش ايه الحصوات الايتولثس بتاعي، فعشان كده الكابيلا دي بتبقى خفيفه. تاني حاجه ان الكريستا دي يا شباب بتبقى وظيفتها ان هي بتتكت او بتحس بالانجل اكسلريشن بتاع الهيد. يعني ايه؟ يعني لما هتيجي حضرتك كده وتقوم جاي ايه لافف راسك بالمنظر ده، فلما تيجي لف راسك بالمنظر ده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الاندوليمف ده اللي بارز فيه الكابيلا بيبقى عنده حاجه اسمها زي ما قلنا انيرشيا، يعني مقاومه الجسم الساكن للحركه. نتيجه لكده ايه اللي بيحصل نتيجه للحركه المفاجئه بتاعه الهيد؟ نتيجه لكده الكابيلا بتيجي تتحرك في الاتجاه العكسي، ينتج عن كده ديفليكشن للاستيريوسيليا ناحيه الكاينوسيليوم، ينتج عن كده نفس الكلام ديبولاريزيشن للخليه وجينريشن للاكشن بوتنشال ترافل الونج ايه؟ الونج الفيستيبولار برانش بتاع الفيستيبولو كوكليار نيرف على البرين. يبقى اذا كده ده عبارة عن جدول مقارنة ما بين الماكلة وما بين الكريستا أمبوليرس. زي ما قلنا الفرق في المكان، الماكلة دي موجودة فين؟ في الميمبرينز بتاع الايه؟ بتاع الساكيول وبتاع اليوتركل، لكن الكريستا أمبوليرس بتبقى موجودة في الميمبرينز بتاعة السيمي سيركلر داكت. وظيفة الماكلة ان هي بتديتكت الايه؟ اللينير موفمنت بتاعة الهيد، لكن الكريستا بتديتكت ايه؟ الروتيشنال موفمنت بتاع الهيد. بالنسبة للستراكتشر بتاع الماكلة والكريستا أمبوليرس بيبقوا واحد regarding الهير سيلز والسبورتينج سيل، بيختلفوا في الغشاء اللي بيغطيهم. يعني في الماكلة بيغطي الاوتوليتيك ميمبرين اللي بيبقى فيه اوتوكونيا مترسبة على السطح، لكن في حالة الكريستا أمبوليرس بيبقى فيه الكابيلا، ودي ما بيبقاش فيها ايه؟ ما بيبقاش فيها اوتوكونيا مترسب على السطح بتاعها. نروح بعد كده على تاني جزء اللي هو عبارة عن الإيديتوري أباريتس أو الجهاز المسؤول عن السمع، وعشان ناخده لازم الأول نشرح الكوكليا بتاعتي أو القوقعة اللي موجود فيها هذا الجهاز. الكوكليا دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزء بوني، جزء كده عظمي، شكله بيبقى شبه المخروط كونيكال، وبيبقى كده لافف زي الحلزون، لافف حوالين إيه؟ حوالين كده جزء عظمي بقول عليه المودولس، والمودولس ده هو ده اللي بيحتوي على السبايرال جانجليا بتاعت
مين بتاعه الكوكليار نيرف، اللي هي السبايرال جانجليا، اللي هي عباره عن الكرينيال جانجليا. احنا مش قلنا ان في حاجه اسمها الكرينيو سباينال جانجليا، والجانجليا دي بتبقى يا مثلا سباينال يا مثلا كرينيال. فالسبايرال جانجليا دي عباره عن الكرينيال جانجليا بتاعه مين؟ ها، بتاعه الكوكليار ديفيجن، بتاعه الفيستيبيولو كوكليار نيرف. وزي ما قلنا قبل كده ان هذه القوقعة او الجزء البني ده بيلف حوالين الموديولس لفتين وايه وثلاث ارباع. طيب لو جينا كده قطعنا في التجويب بتاع الكوكليا، او قطعنا في الكوكليا بالمنظر ده وجينا بصينا عليها من جوه، هلاقي ايه؟ هلاقيها انها بتتكون من ثلاث حجرات. هذه الحجرات متكررة بالمنظر ده. متكررة ليه؟ لان انا لو جيت قطعت هنا ها فالكوكليا لفة، فبالتالي الثلاث حجرات عمالين ايه يتكرروا بهذا المنظر. ايه الثلاث حجرات دي؟ عندي حجرة في النص بقول عليها السكالا ميديا، وحجرة فوق بقول عليها السكالا فيستيبلاي، وحجرة من تحت بقول عليها السكالا تيمباناي. خلينا ناخد مع بعض السكالا ميديا اللي هي الحجرة اللي في النص، اللي هي بقول عليها الميمبرنس كوكليار داكت، يعني هي دي الجزء ايه الميمبرنس بتاعة الكوكليا، اللي انا بقول عليها الكوكليار داكت او بنسميها الميمبرنس بارت بتاع الكوكليا. طيب يا ترى السكالا ميديا دي او الكوكليار داكت دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على حاجتين. اول حاجة بتحتوي على الاورجان في كورتي، اللي هو عبارة عن الاورجان المسؤول عن الهيرينج او السمع. تاني حاجة بيحتوي على السائل اللي هو الاندوليمف، لان احنا زي ما قلنا ان الاندوليمف ده اللي بيبقى موجود في الجزء ايه؟ في الجزء الغشائي. وبالتالي هنا الاندوليمف ده بيبقى متحوط بالبيريليمف فين يا شباب؟ في السكالا فيستيبلاي والسكالا تيمباناي، لان السكالا فيستيبلاي والتيمباناي ده عبارة عن جزء ايه؟ جزء بني. طيب يا ترى الحدود بتاعة الكوكليار داكت بتاعتي دي عبارة عن ايه؟ الكوكليار داكت دي عاملة بالظبط كده زي ايه؟ زي المثلث. فالحدود بتاعتها عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفلور او الارضية بتاعتها، ودي عبارة عن ميمبرين او غشاء بقول عليه بازيلر ميمبرين، وهذا الغشاء بيبقى زي كده البيزمت ميمبرين، بتقعد عليه خلايا اللي هنعرفها بعد شوية ها، لكنها هذا الغشاء بيبقى ايه؟ بيبقى إلاستيك. إلاستيك يعني ايه؟ يعني عنده مرونة، لان هو عن طريق الذبذبة اللي بتحصل هو كمان ايه بيحصل له فايبريشن او ذبذبة. تاني جزء عندي اللي هو عبارة عن الروف او السطح، وده بيتكون من غشاء بقول عليه الفيستيبولار ميمبرين او الريسنرز ميمبرين، وهذا الغشاء بيتكون من طبقتين من السيمبل سكويموس ايبيثيليوم ماسكين في بعض بتايت جانكشن. ليه؟ علشان يحافظ على الكيميكال كومبوزيشن او التركيب الكيميائي للبيريليمف اللي موجود في السكالا فيستيبولاي، منفصل عن التركيب الكيميائي بتاع الانفينوليمف اللي موجود جوه السكالا ميديا، لان احنا زي ما قلنا قبل كده ان الاندوليمف ده بيبقى سيميلر للانتراسيلولار فلويد، لكن البيريليمف بيبقى سيميلر للاكستراسيلولار فلويد. طيب عايزين نعرف بقى الجزء اللي هو الاوتر بارت او اللي هو الجزء اللاترال الخارجي بيكون من ايه؟ بيكون من ابيثيليوم ها، بيبقى فاسكولارايزد بقول عليه الاسترايا فاسكولاريس، وده عباره عن الابيثيليوم الوحيد اللي في جسمك اللي هو بيبقى فيه بلاد فيسل. هذه البلاد فيسل وظيفتها ان هي بتفرز لك الايه؟ الاندوليمف اللي موجود جوه السكالا ميديا. تعالوا بعد كده ونروح ونشوف. زي ما قلنا ان البازيلر ميمبرين اللي عندي ده قاعد عليه خلايا الابيثيليوم، اللي هي خلايا بتاعت مين بالظبط؟ بتاعه الاورجان اوف كورتي اللي مسؤول عن عمليه الهيرينج. الاورجان اوف كورتي ده بيكون من مجموعه كبيره من الخلايا. اول خلايا اللي بقول عليها السبورتنج سيل او الخلايا الداعمه، خلايا داعمه لايه؟ للمستقبلات بتاعتي اللي هتبقى موجوده هنا، اللي هي عباره برضو عن الايه؟ الهير سيلز. ايه الخلايا الداعمه دي؟ الخلايا الداعمه دي بتبقى قاعده على البازيلر ميمبرين بتاعي، وبتحتوي جواها على شبكه من المايكروتوبيول والمايكروفيلامنت عشان تدعم هذه السبورتنج سيل. عندي فيه نوعين من الخلايا الداعمه. اول نوع اللي بقول عليه الانر والاوتر بيلر سيل، او بنسميهم الرودز اوف كورتي، وتسموا كده لان هم عاملين زي العواميد او زي الصناره كده طوال ورفيعين، و
الاتنين او الخليتين دول او النوعين دول بيبقوا محوطين تانل كده في النص او نفق، بقول عليه التانل اوف كورتي، وده زي ما اخدنا مهمة جدا في عملية الترانسدكشن بتاع ايه الساوند ويف بتاع الموجات الصوتية. وخلينا متفقين ان انا بقول مين الانر ومين الاوتر. الانر اللي هي هتبقى قريبة من الموديولوس او الموديولوس اللي احنا قلنا عليها اللي بتحتوي على السبايرال جانجليا، فادي دي كده الموديولوس اللي فيها السبايرال جانجليا، فاي حاجة قريبة منها بعتبرها انر او بعتبرها ميديال، والحاجة البعيدة عنها بعتبرها ايه اوتر او بعتبرها لاترال. تاني نوع من الخلايا الداعمة اللي بقول عليهم الايه الانر ها والاوتر فالينجيال سيلز، ودي عبارة عن خلايا كده بتبقى كولامنر طويلة، الجزء الابيكال بتاعهم ده بيبقى ايه بيبقى عامل زي الفنجان، بتقعد على حجره مين الهير سيلز عشان يدعمها، وكمان بيبقى طالع من الجنب بتاع الخلية كده جزء عامل زي ايه الصوبة اللي هو عشان كده اتسمت فالينجيال. هذا الجزء اللي طالع عامل زي الصبع ده ها بيجي ويمسك فيه الابيكال بارت بتاع الهير سيلز ويمسك فيه الفالينكس بتاعت الخلية اللي جنبه ها، ويعملوا مع بعض كده غشاء اسمي هذا الغشاء الريتيكولار لامينا. فالريتيكولار لامينا ده معمول عن طريق ها الابيكس بتاعت الفالينجيال سيل، الابيشيس بتاعتها بتيجي تمسك في الابيكال بارت بتاع الهير سيلز، يمسكوا كلهم في بعض بتايت جانكشن فيعملوا لي حاجه اسمها ريتيكولار لامينا. فايده هذه اللامينا ان هي تفصل لك الاندوليمف عن الانترسيلولار سبيسز اللي هو ايه السبيسز اللي موجود ما بين ايه ما بين الخلايا بتاعه الاورجان اوف كورتي. طيب تاني نوع عندها من الخلايا اللي هي عبارة عن الهير سيلز أو المستقبلات بتاعتي اللي هتيجي تستقبل لك الموجات الصوتية ها، وتقوم جاية محولاها لإشارة كهربائية تنتقل ألونج إيه النيرف. الهير سيلز اللي عندي عبارة عن نوعين، نوع بقول عليه الإينر هير سيلز ونوع بقول عليه الأوتر هير سيلز. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الانر هير سيلز دي يا جماعه ها اللي هي بتبقى ايه اللي هي بتبقى موجوده ميديال للتانل اوف كورتي، زي ما قلنا قبل كده واتفقنا ان اي حاجه هتبقى موجوده قريبه من الموديولس اللي بيحتوي على السبايرال جانجليا هيبقى اسمها ايه هيبقى اسمها انر او هيبقى اسمها ايه الميديال، فاذا هي بتبقى ميديال لمين للتانل اوف كورتي. لكن الاوتر هير سيلز دي بتبقى ايه لاترال للتانل اوف كورتي. الانر هير سيلز دي بتبقى مترصصه في صف واحد زي ما احنا شايفين، لكن الاوتر هير سيلز دي بتبقى مترصصه في ايه في 3 او ايه او 5 صفوف. الانر هير سيلز دي بتبقى شكلها فلاسك شيبد من المنظر ده زي القاروره، زي مين يا شباب؟ زي التايب 1 هير سيل اللي خدناها فين في الفيستيبولار اباريتس. لكن الاوتر هير سيل بيبقى شكلها ايه كولامنر بهذا المنظر. الابيكال بارت بتاعه الانر والاوتر هير سيلز بيطلع منهم ستيريوسيليا فقط من غير كاينوسيليا. الستيريوسيليا دي بتبقى مترصصه على شكل كده حرف الفي في حاله ايه الانر هير سيل، لكن في حاله ايه الاوتر هير سيل هذه الستيريوسيليا بتبقى مترصصه زي ايه زي حرف الدبليو بالمنظر ده. وزي ما احنا خدنا ان هذه الهير سيلز وظيفتها ان هي بتستقبل لك ايه الموجات الصوتيه وتقوم جايه محولاها لطاقه كهربائيه تنتقل الونج ايه ها الونج الكوكليار ديفيجن بتاع الفيستيبولو كوكليار نيرف وتروح عن طريق السبايرال جانجليا على البرين. تالت جزء عندنا في الأورجان اوف كورتي اللي هو برضو الغشاء اللي بيبقى راشق فيه مين الستيريوسيليا بتاعة الهير سيل اللي هنا بسميه التكتوريال ميمبرين. والتكتوريال ميمبرين هنا يا شباب أو هذا الغشاء برضو غشاء جيلاتيني، لكنه بيبقى فيه شوية كولاجين فايبر الموجودين فيه فيخلوه ايه يعني فيه شوية كده درجة بسيطة من هو يبقى ايه يبقى ماسك نفسه كده شوية. خلينا اقول لك ان التكتوريال ميمبرين ده بيبقى الجزء الميديال بتاعه ها اللي هو قريب من الموديولس بيبقى ايه بيبقى ماسك في الموديولس، لكن الجزء اللي هو اللاترال بتاعه بيبقى ايه بيبقى فري يعني ايه يعني مش ماسك في حاجه. اتفقنا يا شباب؟ يبقى اذا انا ممكن اقارن ما بين الهير سيلز بتاعه الفيستيبولار اباريتس والهير سيلز بتاعه الاوديتري اباريتس. زي ما قلنا في الفيستيبولار اباريتس كانت عباره عن تايب 1 و 2، لكن في الاوديتري اباريتس عباره عن انر واوتر هير سيل. الابيكال بارت بتاعه الفيستيبولار اباريتس ها الخلايا بيبقى فيها ستيريوسيليا وسينجل كاينوسيليام وبتبقى راشقه فين في الاوتوليتيك ميمبرين او في الكوبيلا،
لكن في الأوديتري أباريتس الستيريوسيليا بس اللي بتبقى موجودة من غير الكاينوسيليم، وبتبقى مترصصة على شكل V أو W شيب، وبتبقى رشقة فين؟ في التكتوريال ميمبرين. الهيرسلز في حالة الفستيبولار أباريتس بتعمل ساينابس مع الأفرنت نيرف إندينج بتاع الفستيبولار ديفيجن بتاع الفستيبولو كوكلير، لكن في حالة الأوديتري أباريتس الهيرسلز بتبقى عاملة ساينابس مع الأفرنت نيرف إندينج بتاع الكوكلير ديفيجن. الفانكشن بتاعه الهيرسلز بتاع الفستيبولار أباريتس ان هي بتسنس اي تغير حصل في حركه الهيد والنك، لكن في حاله الاوديتري أباريتس ان هي بتسنس الايه؟ الساوند ويف او الموجات الصوتيه. اتفقنا شباب؟ ونروح بعد كده على اخر جزء عندنا الا وهو الاي، وزي ما احنا اخدنا ان الاي دي بتتكون من 3 كوتس، 3 غطيان. اول واحد اللي هو الاوتر او الفايبرس كوت اللي هو الغطاء الخارجي اللي بيتكون من الكورنيا والجزء الكبير الخلفي اللي هو عبارة عن السكليرا. تاني كوت اللي هو في النص اللي بقول عليه الميدل كوت او اللي بنقول عليه اليوفيال تراكت، وده بيتكون من 3 اجزاء. اول جزء اللي هو عبارة عن الايرس، تاني جزء عامل زي المثلث السيلياري بودي، وتالت جزء اللي هو عبارة عن الكورويد، وبالاضافة للإينر كوت اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكوت الداخلي اللي هو بيمثل الريتينا. خلينا برضو متفقين ان الاي بول بيحتوي على 3 شامبرز، 3 حجرات. اول حجرة اللي بقول عليها الانتيريو تشامبر اللي بتبقى موجودة ما بين الكورنيا وما بين اللنس. تاني تشامبر بقول عليها بوستيريو تشامبر بتبقى موجودة ما بين الايرس وما بين اللنس. وخلينا اقول لك ان الانتيريو والبوستيريو تشامبرز الاتنين بيحتوى على سائل اسمه ايكواس هيومر. بالاضافة لتالت تشامبر عندنا اللي بقول عليها الفيتريس بودي واللي بتحتوي على السائل اللي اسمه الفيتريس هيومر. خلينا نبتدي مع بعض بالاكسترنال او الغطاء الخارجي اللي هو عباره زي ما قلنا عن الكورنيا والسكليرا، ونبتدي عندنا باول جزء اللي هو عباره عن الكورنيا. والكورنيا ده بيبقى عباره عن الجزء الشفاف اللي بيمثل حوالي الجزء الامامي اللي هو الجزء الامامي اللي بيمثل حوالي 1/6 من الفايبرس كوت. طيب خلينا كده نشوف مع بعض ايه تركيب الكورنيا. الكورنيا يا شباب بتتكون من 5 طبقات. اول طبقه عندي بقول عليها الكورنيا الابيثيليوم، الكورنيا الابيثيليوم ونوعه عباره عن نانكراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. ليه ستراتيفايد ابيثيليوم؟ عشان يعمل بروتكشن او حمايه. الابيثيليوم ده له 4 مميزات. اول حاجه ان عدد طبقاته قليله، حوالي من 5-6 طبقات. الطبقات دي من الخلايا بتبقى قاعده على بيزمت ممبرين مستوي، وده ليه؟ عشان زي ما هنشوف بعد شويه ده بيساعد في ان هو يخلي الكورنيا ترانسبيرنت او شفافه عشان يصل اختراق الضوء ليها. تاني حاجة ان البيزل لير بتاعت هذا الابيثيليوم بيبقى فيها ايه؟ ميتوتيك فيجر. يعني ايه ميتوتيك فيجر؟ يعني بيبقى فيها ستيم سيل، هذه الخلايا الجذعية بتنقسم عشان تجدد لك الابيثيليوم بتاع الكورنيا. وتالت حاجة ان الابيكال بارت او الجزء العلوي بتاع الخلايا اللي موجودة على السطح بيبقى طالع منها مايكروفيلاي، ليه؟ علشان تزود السيرفيس اريا ان كونتاكت مع التير فيلم اللي هي طبقة الدموع، اللي هي من فوائدها ان هي ايه؟ بتحمي العين بتاعتك وبتقلل الايه؟ الاحتكاك ما بينها وما بين الايليد اثناء حركة الجفن بتاعك. وتالت حاجة ان هذا الابيثيليوم بيبقى زي ما اخدنا غني بالنيرف اندينجز، زي ما قلنا خاصة من النيرف اندينجز اللي اخدناها في اول هذه المراجعة اللي هي البين ريسبتورز، بالاضافة برضو للتاتش اللي انتوا خدتوها مع الكورنيال ريفلكس. طيب تاني طبقة عندي اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن الباومانز ميمبرين، والطبقة دي او هذا الغشاء بيمثل الايه؟ الجزء الامامي من الطبقة الثالثة اللي هي عبارة عن الاستروما بتاعة الكورنيا. وظيفة هذا الميمبرين ان هو بيشتغل كبارير، بحاجز ضد ايه؟ ضد اي اختراق للبكتيريا وبيحمي من التروما. خلينا اقول لك برضو ان الباومانز ميمبرين غير الابيثيليوم ان هو ما بيحصل لهوش تجدد، ما بيحصل لهوش ريجينريشن، فلو حصل فيه اي دامج او تلف بينتج عن كده ايه؟ ان هو بيحصل له التئام عن طريق فايبرس تيشو، فيعمل لك كورنيال سكار او الندبه وبينتج عنها عتامه في الكورنيا. تالت جزء عندي اللي هو البلك الكبير من الكورنيا اللي هو عبارة عن الاستروما او اللي بقوله عليه سبستانشيا بروبيا، ودي بتمثل حوالي 90% من السمك بتاع الكورنيا. بتتكون من 3 مكونات زي اي مكون للكونكتيف تيشو، لان انا بعتبر الاستروما دي كأنها كونكتيف تيشو. اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فايبرز، عبارة عن سيلز، عبارة عن ارضية اسمها جراوند سبستانس.
الفايبرز اللي عندي عباره عن ايه؟ اكيد عباره عن كولاجين فايبرز، اللي هو ده بتاع الحمايه. الكولاجين فايبرز ده بيبقى مترصص في طبقات، عدد الطبقات دي حوالي 60 طبقه. هذه الطبقات بتبقى منتظمه جدا في الشكل، بحيث ان في كل طبقه بتلاقي ان الكولاجين فايبرز اللي فيها بيبقى متوازي لبعضه بالمنظر ده وموجود على مسافات متساويه، لكن في الطبقه اللي بعدها بتلاقي ان الكولاجين فايبرز بيبقى ايه؟ بيبقى عمودي في اتجاهه بالنسبه للكولاجين اللي موجود في الطبقه الثانيه. يعني تاني بمعنى اخر، ان في كل طبقه بتلاقي ان الكولاجين فيها بيبقى متوازي لبعضه، لكن علاقه الكولاجين بتاع الطبقه دي بالكولاجين بتاع الطبقه الثانيه ان هو بيبقى عمودي عليه. وده ليه؟ لان احنا زي ما هنشوف برضو بيساعد على الشفافيه بتاعه الكورنيا. خلينا اقولك ان ما بين هذه الطبقات اللي احنا بنقول عليها او بنسميها لاميلي يعني طبقات، بتلاقي ان في خلايا اللي هي مين؟ اللي هي الفايبروبلاست، اللي بتبقى هنا مفلطحة نتيجة ان هذه الطبقات ضغطتها، وبتتسمى اسم بنقول عليها الكورنيال كورباسل. هذه الفايبروبلاست وظيفتها هتفرز لك الكولاجين، وهتفرز لك كمان الارضية اللي هتقعد عليها الخلايا اللي بقول عليها الجراوند سابستنس، واللي بتحتوي على ايه؟ على النيوتريشن اللي هو هيغذيلك مين؟ هيغذيلك هذه الخلايا. رابع طبقة عندي اللي بقول عليها الديزمس ميمبرين، والديزمس ميمبرين ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الثيكند بيزمس ميمبرين بتاع مين؟ بتاع الخلايا اللي موجودة في الطبقة الخامسة اللي هي عبارة عن الكورنيال اندوثيليوم. وهنا ها البيزمس ميمبرين بيبقى ايه؟ بيبقى تخين، لانه برضو من وظائفه ان هو بيشتغل في ايه؟ في البروتكشن. واخر طبقه عندي اللي هي عباره عن طبقه الكورنيال اندوثيليوم، ودي بتتكون من طبقه واحده من السيمبل سكويمس ايبيثيليوم. وليه هنا بتبقى سيمبل سكويمس ليه مفلطحه؟ لان من وظيفتها ان هي مسؤوله عن الميتابوليك اكستشينج اللي هيحصل ما بين الستروما بتاعه الكورنيا وما بين الاكواس هيومر اللي هو موجود ورا الكورنيا، لان الاكواس هيومر ده هو اللي مسؤول عن النيوتريشن بتاعه الاستروما بتاعه الكورنيا، او مسؤول عن النيوتريشن بتاعه الكورنيا كلها. وده ليه؟ لان الكورنيا زي ما احنا هناخد بعد شويه ان هي ايفاسكولار، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش بلاد فيسل. طب يبقى اذا السؤال المهم قوي اللي بتتسالوا فيه كتير، ايه العوامل اللي مسؤوله انها تخلي الكورنيا شفافه عشان يوصل اختراق الضوء ليها؟ اول حاجه شباب، زي ما قلنا ان الابيثيليوم ده بيكون منها عدد طبقات بتبقى قليله، وبتبقى قاعده على بيزمنت ميمبرين مستقيم. تاني وتالت ورابع عامل متعلقين بالاستروما، ان هي بتبقى ايفاسكولار ما فيهاش بلاد فيسل ولا فيها ليمفاتيك، فبالتالي ها عشان ما تبقاش ايه؟ ما يبقاش فيها، ما تبقاش معتمه، لان وجود بلاد فيسل او ليمفاتيك هيخليها معتمه. تالت حاجه ان الاستروما زي ما قلنا بتتكون من كولاجين فايبرز، وزي ما قلنا ان الكولاجين فايبرز ده بيبقى موجود ها متوازي في كل طبقه، وعلاقته بالطبقه الثانيه اللي تحته ان هو بيبقى ايه؟ بيبقى عمودي عليه. واخر حاجه عندي ان الاندوثيليوم بتاعي بيحتوي على بامب. البامب دي بتعمل ايه؟ بتعمل بامبنج ها لاي فلويد زياده، اللي هو مين الفلويد؟ الاكواس هيومر جا وايه وتسرسب جوه الاستروما، لان انا في الاستروما محتاجه ليفل معين من الهايدريشن ها علشان ايه؟ علشان الكورنيا تبقى ترانسبيرنت، ليفل معين من الترطيب. فبالتالي لو اي فلويد زياده دخل هتيجي الاندوثيليوم بالبامب بتاعتها تعمل له بامبنج ايه؟ اوتسايد الكورنيا. عشان كده يا شباب لو حصل الاندوثيليوم ده حصل فيه اي دامج ها بيحصل ايه؟ ان في فلويد زياده بيبقى جوه الاستروما بتاعه الكورنيا، فبيعمل لك حاجه اسمها كورنيال ايه؟ كورنيال سويلنج. طيب يجي السؤال، طالما هي الكورنيا بتبقى ايفاسكولار، يبقى مين اللي بيغذيها؟ حاجتين. اول حاجه الجزء اللي في النص في الكورنيا ده بيتغذى زي ما قلنا عن طريق مين؟ الاكواس هيومر اللي موجود في الانتيريور تشامبر. لكن الاطراف بتاعه الكورنيا بتتغذى عن طريق الديفيوجن بتاعه البلاد فيسلز اللي موجوده فين؟ اللي جايه من السكليرا، من السكليرا. يبقى اذا السكليرا او الوايت اوف ذا اي، الجزء الابيض ده بيبقى عباره عن ايه؟ السكليرا ده عباره عن الجزء البوستيريور من الاوتر فايبرس كوت، اللي بيمثل حوالي 5 أسداس الفايبرس كوت. وهذا الجزء بيبان ابيض ليه؟ عشان هو بيتكون من دنس ريجولار كونكتيف تيشو، يعني ها بيتكون من كولاجين فايبرز ماشي في كل الاتجاهات. وش معنى دنس ريجولار؟ علشان ده اللي هيحمي لك عينك من اي ايه؟ من
من اي تروما، من اي ميكانيكال ستريس، وجود الكولاجين ماشي بطريقه غير منتظمه في كل الاتجاهات هو ده اللي بيخلي السكيلرا بتاعتي اوبيك او معتمه. نروح بعد كده على جزء مهم جدا اللي بقول عليه الكورنيو سكليرا جانكشن، اللي هي الجانكشن اللي ما بين الترانسبيرنت كورنيا والأوبيك سكليرا، وهذه الجانكشن اللي بنطلق عليها اسم بقول عليها الليمبس. وعند الليمبس دي بتحصل مجموعة من التغيرات في التركيب هنعرفها دلوقتي. ايه هي؟ اول حاجة ان الإبيثيليوم بتاع الكورنيا بيجي ويقوم مكمل مع الإبيثيليوم بتاع البالبر كونجاكتايفا. مين البالبر كونجاكتايفا ده؟ دي عبارة عن الجزء بتاع الكونجاكتايفا اللي بيغطي مين؟ اللي بيغطي السكليرا. تاني حاجة ان الباومنز ميمبرين بتاع الكورنيا بينتهي كده فجأة ويستبدل بالكونكتيف تيشو اللي هو موجود تحت الإبيثيليوم بتاع البالبر كونجاكتايفا. تالت حاجة ان الطبقات المنتظمة بتاعة الكولاجين اللي في الكورنيا الستروما بتيجي وتتداخل مع ايه؟ مع الكولاجين اللي موجودة بطريقة غير منتظمة بتاع السكليرا. اما الديزمس ميمبرين والكورنيا الاندوثيليوم فبيتغيروا لايه؟ لطبقه غير مكتمله من الفايبروبلاست والميلانوسايت اللي هي موجوده على السطح الامامي للايرس زي ما هناخد بعد شويه. خلينا اقول لك ان الليمبس ده اهميته ان هو بيحتوي على وات از كولد الترابيكولار ميش وورك والكانال اوف شليم، ودي عباره عن قنوات. هذه القنوات بيحصل فيها درينج للإيكواسيومر اللي هو السائل اللي احنا لسه واخدينه من شوية، بيمشي فيهم عشان يحصل له درينج على الإبيسكليرال فين. الإبيسكليرال فين كده احنا خلصنا الفايبرس كوت، ونروح بعد كده على الميدل كوت او اللي هو بنقول عليه اليوفيال تراكت او بنقول عليه الفاسكولار كوت نتيجة لوجود البلاد فيسلز فيه. واول جزء عندي اللي هو عبارة عن الكورويد. وخلينا اقول لك ان الكورويد ده اللي هو الجزء اللي بيبقى موجود او متحوط من بره بمين؟ بالسكليرا، ومن جوه بمين؟ بالريتينا. فهو عباره عن الجزء ده اللي بيتحوط من بره بالسكليرا ومن جوه بمين؟ بالريتينا. الكورويد ده بيتميز بايه؟ الكورويد ده بيتميز اولا ان هو هايلي فاسكولار، في بلاد فيسلز وظيفتها ان هي هتغذي لك الخمس طبقات الخارجيه بتوع الريتينا. كمان ان هو بيبقى بيجمنتد. يعني ايه بيجمنتد؟ يعني بيبقى فيه ميلانين جرانيولز. وظيفه الميلانين جرانيولز دي بتاعتنا قاعده ان هي هتمتص الاكسس لايت اللي دخل العين، هتمتص اي ضوء زياده دخل العين، عشان زي ما قلت لك ايه اللي يحصل؟ ما تبقاش عينيك جوه كده كانها فلاشه بتاعت كاميرا، يحصل لها كده وميض او توهج لما تيجي تتعرض للضوء. ومش كده وبس، كمان الكورويد ده بيعمل لك سبورت للطبقه الداخليه اللي هي عباره عن الريتينا. تاني جزء عندي اللي هو عبارة عن السيلياري بودي، المثلث ده. هذا المثلث ده بيكون من أبعاد. إيه أبعاده؟ إن هو أولاً بيبقى له بيس صغيرة قوي اللي أنا ماشي عليها بالأرو دي بتواجه الأنتيريو تشامبر. بيبقى له قمة كده أو إيبكس بتبقى مكملة مع الإيه؟ مع الكورويد. بيبقى له كده سطح خارجي بيبقى مواجه لمين؟ للسكليرا. وبيبقى له سطح داخلي بيبقى مواجه للبوستيريو تشامبر. ومن السطح ده بيطلع أهداب بقول عليها سيلياري بروسيسز، اللي هي ايه؟ اللي بيمسك فيها فايبرز بقول عليها زونيلا فايبرز. اللي هي ايه زونيلا فايبرز دي؟ اللي بتيجي تمسك في اللينس العدسة بتاعت العين عشان تحافظ عليها في مكانها. طيب عايزين نشوف هو السيلياري بودي ده بيتكون من ايه؟ هو بيتكون من ثلاث حاجات، ثلاث تركيبات. اول حاجه عندي اللي هي عباره عن السيلياري ايبيثيليوم، والايبيثيليوم بتاعها ده عباره عن طبقتين من الكولامنر ايبيثيليوم. الكولامنر ايبيثيليوم اللي هي بتيجي وتغطي السيلياري بروسيس، يعني بتغطي الجزء ده، شايف الجزء المعرج ده؟ هو الايبيثيليوم بيغطي هذا ايه؟ هذا الجزء. هذه الطبقتين من الايبيثيليوم بينقسموا لنوعين. نوع اللي بقول عليه اللي هو بيقول نون بيجمنتد. نون بيجمنتد يعني ايه؟ يعني زي ما انت شايف ما فيهوش بيجمنت، وهذا النوع ها بيواجه البوستيريور تشامبر، يعني بيبقى مواجه ليه؟ للجزء ده البوستيريور تشامبر. فبقول ان الطبقه دي نون بيجمنتد بتبقى طبقه ايه؟ انر او داخليه. وطبقه تانية اللي هي بقول عليها الطبقه البيجمنتد زي ما انت شايف اللي فيها ايه؟ بيجمنت الميلانين جرانيول. والطبقة دي اللي بتواجه الهيكل أو القلب بتاع السيلياري بودي، فبقول عليها أوتر. أوتر لأنها مواجهة إيه؟ للأوتر سيرفيس أهي بتاع إيه؟ بتاع الآي. خلينا أقول لك برضو إن وظيفة السيلياري إبيثيليوم حاجتين. أول حاجة إن هو بيفرز لك الإيكواسيومر،
وكمان بيصنع لك الزونيلا فايبرز اللي قلنا ان بتيجي تمسك في اللينس عشان تحافظ عليها في مكانها. بالإضافة ان الخلايا بتاعت النون بيجمنتد سيل بتيجي تمسك في بعض بتايت جونكشن وتعمل لك حاجه اسمها بلاد ايكواس بارير. يعني ايه بلاد ايكواس بارير؟ يعني ده عباره عن حاجز موجود ما بين الايكواس هيومر اللي موجود في البوستيريو تشامبر وما بين البلاد فيسل اللي موجوده في الهيكل بتاع السيلياري بودي. علشان ايه؟ ايه فايده هذا الجونكشن؟ عشان يحافظ لي على ها الكيميكال كومبوزيشن او التركيب الكيميائي بتاع مين؟ ها بتاع الايكواس هيومر ثابت. لان احنا زي ما قلنا ان الايكواس هيومر ده واخدنا وانتوا اخدتوا ان هو عباره عن فلترت من البلاد ها بلازما لكن حصل فيها تغير في التركيب. فعشان افضل محافظه على التركيب الثابت بتاعها ها لازم اعمل حاجز ما بين ايه؟ ما بين الايكواس هيومر وما بين ايه؟ وما بين البلاد فيسل اللي موجوده في الهيكل بتاع السيلياري بودي. طيب تعالوا نشوف مع بعض، هو الايكواس ده بعد ما بيجي يكونها في السيليار ايبيثيليوم او من السيليار ايبيثيليوم بيمشي ازاي؟ والله بيجي من السيليار ايبيثيليوم ويقوم داخل على البوستيريو تشامبر، والبوستيريو تشامبر يقوم ماشي ما بين الفتحه اللي ما بين التو ايريس اللي هي عباره عن البيوبل او البؤبؤ بتاع العين، وبعد كده يروح على الانتيريو تشامبر، وبعد كده يروح على الليمباس. ليه على الليمباس؟ ليه عند الجنكشن ما بين الكورنيا والسكليرا؟ عشان فيه هنا ترابيكولار ميشورك والكنال اوف شليم، ويجي يصب فين؟ فين ها؟ في السكليرال بلكسس اوف فين او اللي بقول عليه الابيسكليرال فين. الايكواس زي ما احنا خدنا ان هو له وظيفه تغذيه، هيغذي مين؟ هيغذي الكورنيا بما انها ايفاسكولار، هيغذي لك كمان اللينس لان اللينس كمان او العدسه ايفاسكولار، بالاضافه ان هو بيحافظ على الضغط الداخلي للعين اللي بقول عليه الانترا اوكولار بريشر. عشان كده خلي بالكم لو حصل ان السكريشن بتاع الايكواس ده زاد ها او حصل لاي سبب من الاسباب بلوكج في المسار بتاعه، يعني مثلا لو حصل بلوكج في الترابيكولار ميشورك اتسدد بيحصل ايه؟ ها ان اهميه الايكواس جوه العين بتزيد، فده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي لانكريز الانترا اوكولار بريشر، وبيحصل وات از كولد جلوكوما او اللي بنقول عليها الميه الزرقاء، الميه الزرقاء، ودي طبعا ها نتيجه لانكريز البريشر تبتدي تضغط على ايه؟ على الريتنا، فتتاثر ايه؟ يتاثر العصب البصري. تاني جزء من السيلياري بودي بعد الإبيثيليوم الهيكل اللي أنا أمال أقول لكم عليه اللي هي عبارة عن السيلياري ستروما. وخلينا أقول لك السيلياري ستروما دي عبارة عن كونكتيف تيشو ها بيبقى غني بالبلاد فيسل، وقلنا البلاد فيسل دي اللي هتستعملها الإبيثيليوم عشان تكون لي مين؟ ها عشان تكون لي الإيكواس هيومر، بالإضافة للميلانوسايت اللي هي عبارة عن مصدر الميلانين جرانيول اللي موجود في البيجمنتد لاير. يعني الميلانوسايت دي بتصنع الميلانين وتحقنه جوه البيجمنتد لاير بتاعت بتاعه السيلياري بودي. وتالت كومبوننت عندي السيلياري بودي اللي هي عباره عن السيلياري ماسل، ودي بتمثل لك البلك الجزء الكبير بتاع مين؟ بتاع السيلياري بودي. وهذه الماسل بتبقى موجوده في 3 فانكشنال جروبس، وظايفهم ان هم هيعملوا ايه؟ ان هم بالكونتراكشن بتاعهم هيجوا ها ويتحكموا في الزاويه دي اللي هي ايه؟ اللي ما بين الايرس وما بين الكورنيا. يعني هادي ادي يا شباب السيلياري ماسل موجوده هنا في السيلياري بودي، فبالكونتراكشن لمجموعه منها هتعمل لك ايه؟ هتتحكم لك في الزاويه اللي ما بين الكورنيا وما بين الايرس ها، والزاويه دي ايه؟ ها اللي هيجي ويمشي فيها ايكواس هيومر عشان يصب لك فين؟ في الكنال اوف شليم. فاذا وظيفتها ان هي هتتحكم لك في الدرينج بتاع الايكواس هيومر. تاني حاجه ان مجموعتين التانيين بتوع المصل بالكونتراكشن بتاعهم هيعملوا لك ايه؟ هيقوم جايين مرخيين الزونيلا فايبرز دي او شدينها. ليه؟ عشان يغيروا في الكيرف بتاع اللينس، وتغيير الكيرف بتاع اللينس انا بحتاجه عشان اكيف عدسة العين لرؤية الاجسام القريبة والاجسام ايه؟ والاجسام البعيدة. تالت كومبوننت عندنا من اليوفيال تراكت اللي هو عبارة عن الايرس، والايرس ده شباب الصوبع ده اللي انت شايفه لما اجي اشوف تركيبه هلاقيه عباره عن ايه؟ عباره عن سطح امامي سطح خلفي وما بينهم ستروما، شاطر ومشطور وما بينهما ستروما.
السطح الامامي او الانتيريور سيرفيس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الطبقه اللي هي بقول عليها الديسكونتينوس لاير، اللي هي الطبقه الغير مكتمله المقطعه من الفايبروبلاست والميلانوسايت. يعني هي طبقه عباره عن ايه؟ طبقه بيجمنتد فيها ميلانين جرانيولز. والطبقة دي اللي احنا قلنا عليها من شوية ان هي كان ايه عند الليمباس، لما كان الديزمنس ميمبرين والكورنيا الاندوثيليوم بيتغيروا عند الليمباس وبيستبدلوا بايه؟ بالسطح الامامي بتاع الايرس، بالخلايا اللي موجودة على السطح الامامي بتاع مين؟ بتاع الايرس. اما السطح الخلفي، ها اللي هو يا شباب ده السطح الخلفي اهو، وده السطح الامامي. السطح الخلفي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من طبقتين من heavily pigmented epithelium، يعني epithelium بيبقى فيه ميلانين جرانيولز كتير. فايدة هذه الميلانين جرانيول ان هو بيمنع مرور الضوء من خلاله، بحيث ان الضوء يدخل فقط من خلال ايه؟ الفتحة اللي ما بين التو ايرس اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البيوبل. وما بين السطحين هلاقي في الهيكل او الاستروما بتاع الايرس، وهذا الهيكل بيحتوي على البلاد فيسل، ها اللي هتغذيلي الابيثيليوم بتاع الايرس، وهيحتوي برضو ايه؟ على ميلانوسايت. وخلينا اقول لك ان الميلانوسايت دي بالميلانين جرانيولز بتاعتها، لون الايرس ها بيعتمد على كمية الايه؟ الميلانوسايت اللي موجودة في الاستروما. بالإضافة إن الاستروما كمان هتحتوي على مصل اللي بقول عليها الديليتور والكونستريكتور بيوبيلي مصل، اللي هي عبارة عن المصل اللي بتعمل إيه؟ اللي بتضيق لك فتحة البيوبيل دي، أو بتوسعها لك إن ريسبونس لإيه؟ إن ريسبونس لللايت أو الضوء. ونروح بعد كده على الجزء بتاعنا ألا وهو اللينس. واللينس او عدسه العين ده بيبقى تركيبها بيبقى ايفاسكولار، يعني برضو ما فيهوش ايه؟ بلاد فيسل، بمعنى ان هو برضو بيبقى شفاف. اللينس ده بتتكون من ايه؟ من ثلاث حاجات. اول حاجه اللينس كبسول، اللي هي بتيجي تحوط لك اللينس، واللينس كبسول دي بتتكون من مواد، ها من تركيب شبه بتاع البيزمنت ميمبرين، اللي هو البيزمنت ميمبرين اللي كانت بتقعد عليه خلايا ايبيثيليوم. وخلينا اقول لك ان اللينس كبسول ده اللي بيجي يمسك فيها الزونيلا فايبرز اللي احنا قلنا طالعه منين؟ من السيلياري بودي. والزونيلا فايبرز دي بتيجي تمسك في اللينس، ها عن طريق ليجامنت اسمه السسبنسوري ليجامنت بتاع اللينس. تحت الكبسول هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه ابيثيليوم بقول عليه سبكابسولار ابيثيليوم. وخلينا اقول لك ان الابيثيليوم ده بيبقى موجود فقط عند السطح الامامي ده بتاع اللينس، يعني السطح الخلفي ما فيهوش. والابيثيليوم ده عباره عن طبقه واحده من الكيوبويدال ابيثيليوم. وخلينا اقول لك ان طبقه الابيثيليوم دي، ها بتقعد يحصل لها تغيرات في الشكل، وتطول تطول تطول، وتفقد شويه بشويه النواه بتاعتها، وتعمل لي اللينس فايبرز. اللي هي ايه اللينس فايبرز؟ الالياف اللي هي عامله لي البلك القلب بتاع اللينس. وهذه الالياف بتحتوي على بروتين بقول عليه كريستالين، والكريستالين بروتين ده مهم جدا في ان هو بيحافظ على الشفافيه بتاعه الايه؟ اللينس، بيحافظ على الشفافية بتاعة اللينس. علشان كده لو حصل أي تغليف في تركيب هذا الكريستالين بتحصل what is called cataract، أو المية البيضة، أو اللي بقول عليها العتامة بتاعة إيه؟ بتاعة العدسة. كده احنا خلصنا الميدل كوت، ونروح بعد كده على اخر كوت عندنا اللي هو عبارة عن الريتينا او الانر كوت، او اللي بقول عليه النيرفاس كوت. وخلينا اقول ان الريتينا بتكون من طبقتين اساسيين، طبقة خارجية بقول عليها البيجمنتد ابيثيليوم، والطبقة دي بتبقى ماسكة كويس جدا في مين؟ ها في الكرويد، يعني هي الطبقة الخارجية اللي هنا اللي هي بتبقى قاعدة على الكرويد وماسكة فيه كويس قوي. والطبقة دي بتبقى بيجمنتد ونان فوتو سنسيتيف. نان فوتو سنسيتيف يعني مش حساسة للضوء. وطبقة داخلية بقول عليها الريتينال بروبر، والطبقة الداخلية الريتينال بروبر دي اللي بتبقى حساسة للضوء. وقلت لكم ان الريتنا بتتقسم للطبقتين دول لان هي طالعه امبريولوجيكالي من حاجه اسمها اوبتيك كاب. اوبتيك كاب اللي هو عباره عن تركيب كده شبه الفنجان، الجزء الخارجي منه بيديك البيجمنتد ابيثيليوم، والجزء الداخلي منه بيديك الريتينال بروبر.
وخلي بالكو ان لما بيحصل انفصال للشبكية بيحصل انفصال عن ايه؟ عن ايه؟ دي الطبقة الداخلية اللي هي الريتينال بروبر، هي دي اللي بتنفصل عن البيجمنتد ايبيثيليوم. ومشكلة هذا الانفصال ان العين بتتحرم من ايه؟ من التغذية بتاعتها اللي جاية من البلاد فيسلز بتاعت الكورويد. خلينا اقول لك هيستولوجيكالي ان الريتينا بتتكون من 10 طبقات. العشر طبقات دول عباره عن ايه؟ عباره عن طبقه منهم البيجمنتد ابيثيليوم اللي قلنا عليها، والتسع طبقات التانيين اللي بهم عباره عن الريتينال بروبر. وناخد اول طبقه عندنا اللي هي عباره عن الريتينال بيجمنتد ابيثيليوم، اللي هي الطبقه الخارجيه من الريتينا اللي بتبقى ملاصقه لمين؟ ملاصقه للكورويد. ومن اسمها انا متوقع ان هلاقي فيها بيجمنت، وهلاقيها زي الخلايا الابيثيليوم قاعده على بيز اللامينا وماسكه ببعض بجنكشن. خلينا اقول لك ان الريتينال بيجمنتد ابيثيليوم دي بتتكون من طبقه واحده من الكيبويدال سيل، بتبقى النواه فيها كده بتبقى بيزلي موجوده في البيز، لان الابيكال بارت بتبقى فيه مجموعه كبيره من الاورجانيلز ناخدهم بعد شوية. خلينا اقول لك برضو ان الجزء البيزل بتاع الخلية اللي قاعد على البيزل لامينة بيبقى فيه انفاجينيشن، والانفاجينيشن دي معناها ان فيه هنا عملية اكستشينج بتحصل. اكستشينج ما بين مين ومين؟ ما بين الخلية وما بين البلاد فيسلز اللي موجودة في الكورويد. بمعنى ان البيجمنتد ابيثيليوم دي بتيجي تاخد النيوتريشن من البلاد فيسل وتروح توصلها على مين؟ على الطبقات اللي هي المجاورة ليها، اللي هم الاربع طبقات بتوع الريتينا. لان احنا زي ما قلنا ان البلاد فيسلز بتاعه الكورويد ها مسؤوله عن تغذيه الخمس طبقات الخارجيه بتوع الريتينا، اللي هي منها البيجمنتد ابيثيليوم والاربع طبقات اللي فوقيها. فبالتالي البيجمنتد ابيثيليوم دي هي اللي بتيجي تاخد النيوتريشن من البلاد فيسل وتوديه على باقي الطبقات. خلينا اقول لك برضو ان الابيكال بارت بتاع البيجمنتد ابيثيليوم بيبقى فيه مايكروفيلاي. المايكروفيلاي دي بتزود السيرفيس اريا اللي بتحوط الجزء الخارجي من الريسبتورز عندي او من مستقبلات الضوء اللي بقول عليها الفوتو ريسبتورز. طيب عايزين نعرف دلوقتي ازاي الريتينال بيجمنتد ابيثيليوم بتهيئ نفسها للوظائف الكتيره بتاعتها، والسؤال ده مهم جدا، عن طريق اولا وجود مجموعه من الاورجانيلز اللي منها الراف اندوبلازميك ريتيكولم والجولجي، وعلى طول يبقى دول هيصنعوا لي بروتين. مين البروتين ده؟ عباره عن ميلانين جرانيول، فهي بتصنع الميلانين زي الميلانوسايت كده بالظبط. والميلانين ده بيجي يتجمع كده في الابيكال بارت بتاع الخليه، ووظيفته ان هو يعمل ايه؟ يمتص لك الضوء بعد ما الضوء يماله، يعمل ستيميوليشن لمين؟ للجزء الخارجي من المستقبلات اللي هم الفوتو ريسبتورز. تالت حاجة هلاقيها موجودة عندي اللي هو عبارة عن السموث اندوبلازميك ريتيكولم، وده وظيفته ان هو بيعمل لك استريفيكيشن للفيتامين ايه. مين الفيتامين ايه ده؟ اللي هو بيبقى موجود في الفيجوال بيجمنت، اللي هي الصبغة الحساسة للضوء، اللي هي تيجي بتمتص الضوء، ولما بتمتص الضوء بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها دي كومبوزيشن، بتتكسر، فبتفقد الفوتوسنسيتيفيتي بتاعتها. فعشان ارجع لها مره اخرى هذه الفوتوسنسيتيفيتي او حساسيه الضوء، فلازم ايه؟ لازم البيجمنتد ابيثيليوم بالسموث اندوبلازميك ريتيكولم تيجي تعمل استريفيكيشن للجزء بتاع الفيتامين ايه اللي هو الريتينال، اللي هو موجود فين؟ في الفيجوال بيجمنت، فترجع ايه؟ الفوتوسنسيتيفيتي بتاعتها مره اخرى. هلاقي ايه كمان؟ هلاقي فيه في الخليه لايزوزوم، واللايزوزوم ده وظيفته ان هو بيجي يعمل لك فاجوسايتوزس للاطراف بتاعه مين؟ بتاعه الجزء الخارجي من الفوتوريسبتورز، عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل رينيوال او يجددها، لان هذه الاطراف بتتجدد بايه؟ بتتجدد باستمرار. خامس حاجة عندي هلاقي ان الخلايا ماسكة زي ما قلنا ببعض بجنكشن، اللي هي عبارة عن التايت جنكشن، عشان تعمل لك حاجة اسمها بلاد ريتينال بارير، ومن اسمه ده عبارة عن حاجز ما بين البلاد فيسل اللي موجودة في الكورويد وما بين ايه؟ ما بين الخلايا بتاعة الريتينا اللي هي بعتبرها نيورال سيل او خلايا عصبية. بعمل هذا البارير عشان احمي هذه الخلايا العصبية من اي توكسين موجود في البلاد. تاني طبقة عندي من الريتينا اللي هي الطبقة اللي بقول عليها طبقة الرودز وكونز، أو اللي هم الفوتوريسبتورز أو مستقبلات الضوء. وهذه الطبقة بتحتوي على الجزء الخارجي اللي بقول عليه الأوتر سيجمنت، والجزء الداخلي بتاع مين؟ بتاع الفوتوريسبتورز. الفوتوريسبتورز عبارة عن نوعين، نوع بقول عليه رودز ونوع بقول عليه كونز. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الرودز ده عدده أكتر حوالي 120 مليون، لكن الكونز عدده أقل حوالي 7 مليون.
الوظيفة الرودز بتبقى النايت فيجن، يعني هو ده المسؤول عن الرؤية بالليل، لكن الكونز ده المسؤول عن رؤية الألوان وعن الهايست فيجوال اكتيفيتي اللي هي البصر الحاد، اللي هي القدرة على ايه، على رؤية ايه، تفاصيل الايه الاشياء. الرودز دي بتبقى موجودة اكتر ناحية البريفرال بارت بتاع الريتنا، يعني الجزء ايه البريفري من البريفري بتاع الريتنا، اللي هو يعتبر الجزء ده، الجزء ده كده بقول عليه البريفري بتاع الريتنا. لكن الكونز بتبقى موجودة أكتر في المنطقة اللي بقول عليها الفوفيا سنتراليس، اللي هي المنطقة دي، المنطقة دي اللي بتبقى منخفضة كده. ها وش معنى الفوفيا سنتراليس فيها كونز أكتر؟ لأن احنا زي ما قلنا إن الكونز ده بتاع إيه؟ بتاع الهايست فيجوال أكتي. الفرق في التركيب بتاعهم إيه؟ الرودز ده شباب بيكون ايه، بيكون مطول بالمنظر ده. الكونز برضو هي بتبقى مطول، يعني هما الاثنين خلايا بتبقى مطولة بالمنظر ده، وان كانت الرودز بتبقى ارفع من ايه، من الكونز. وخلينا اقول لك ان سواء الرودز او الكون فهما الاثنين بيتكونوا من جزء خارجي بقول عليه اوتر سيجمنت، جزء داخلي بقول عليه انر سيجمنت، واللي بينتهي بجزء اللي بيعمل ساينابس مع النيورونز التانية اللي بقول عليها الساينابتك اند او الساينابتك كونتاكت. الاوتر سيجمنت ده بتاع الرودز والكونز مختلفين، بمعنى ايه؟ ان في الرودز بتلاقي ان الاوتر سيجمنت دي بتحتوي على اقراص من الاغشيه بقول عليها ميمبرنس ديسك، اللي هي بتحتوي على الفيجوال بيجمنت او الصبغه اللي هي بتبقى حساسه للضوء. هذه الميمبرنس ديسك هي موجوده برضو في الكون، لكن لو جيت شفت هتلاقي ايه، هتلاقي ان الديسك دي مفصوله عن السيل ميمبرين بتاع مين، بتاع الجزء الخارجي من الرود. لكن لو جيت بصيت هنا في الكون هتلاقي ان الغشيه دي او الاقراص دي بتحافظ على اتصالها بمين، اتصالها بالغشاء بتاع الجزء الخارجي بتاع الكون. تاني حاجه هتلاقي ايه، هتلاقي ان الجزء الخارجي بتاع الرود ده بيبقى ايه، بيبقى زي الاسطوانه، شبه الاسطوانه، فعشان كده هو بتسمى ايه رد، رد عامل كده زي بالظبط الصناره بتاعه الصيد. لكن بتاع الكونز بيبقى ايه، بيبقى مخروطي في الشكل بالمنظر ده، عشان كده هي اتسمت ايه، اتسمت كون. طيب تعالى على انر سيجمنت هتلاقي ايه، هتلاقي ان انر سيجمنت في الاثنين ها متقسم كده لجزئين، جزء بيحتوي على الميتوكوندريا اللي بتديك الطاقه عشان ايه الفيجوال بروسيس بتاعتنا، وجزء تاني بيحتوي على أورجانيلز، الأورجانيلز دي اللي هي بتكون لك البروتين بتاع الفيجوال بيجمنت. خلينا أقول لك إن الانر سيجمنت دي أو هذا الجزء بيجي كده ويقوم جايها وعمل لك جزء كده واسع بقول عليه السيل بودي، والسيل بودي ده اللي بيحتوي على النيوكلياس بتاعة الرودز والكونز، وهذا السيل بودي بيجي في نهايته كده وينتهي بجزء بقول عليه سينابتك كونتاكت، او الجزء اللي هيعمل سينابس مع الخلايا العصبيه الثانيه، وفي حاله الرد بقول عليه سفيريول، وفي حاله الكونز بيبقى عامل زي الرجل المفلطحه كده فبقول عليها بيديكل. تالت طبقه عندي اللي هي عباره عن الاوتر ليميتنج ميمبرين، والاوتر ليميتنج ميمبرين ده خليني اقول لك ان هو اتيز نوت ا ترو ميمبرين، مش غشاء حقيقي. امال ده عباره عن ايه؟ عباره عن الجانكشن اللي ما بين الفوتوريسبتورز وما بين الخلايا الداعمه للفوتوريسبتورز او الخلايا الداعمه لكل النيورال سيلز عندنا اللي في الريتنا، اللي بقول عليها المولر سيل، المولر سيل. طيب الطبقة اللي بعد كده اللي هي عبارة عن الأوتر نيوكليير لير، ومن اسمها دي هتحتوي على النيوكلياي بتاعت مين، يعني بتاعت الرودز والكونز. وخلينا أقول لك إن النيوكليس بتاعت الرود بتختلف عن الكون، بتاعت الرودز بتبقى النيوكليس بتاعتها صغيرة وغامقة، لكن الكونز بتبقى كبيرة وفاتحة. وفي الواقع إن بتاعت الرودز بتبان غامقة، ليه؟ هي مش نشطة، لأ، بس هي بتبان كده عشان هي بتبقى صغيرة في الحجم النواة، ها، والسيل بودي بتاع الرود بيبقى أرفع، فعشان كده بتبان كأنها إيه؟ كأنها أغمق من بتاعة الكون. لكن في الكونز يا شباب بتلاقي إن الجزء بتاع السيل بودي ده بيبقى كبير، ها، وفي كمية سيتوبلازم كده محترمة، وإيه؟ والنواة بتاعتها بتبقى كبيرة، فعشان كده بتبان فاتحة زي ما هي. الطبقة اللي بعد كده اللي بقول عليها الأوتر بليكسي فورم لير، واللي من اسمها بليكسي فورم يعني بيحصل هنا شبكة، يعني بلاقي هنا مجموعة محترمة من السينابس ما بين مين ومين؟ ما بين السينابتك اند بتاعة الرودز والكونز، وما بين الدندرايت بتاعة خلية اسمها باي بولر سيل، وما بين البروسيسز بتاعة خلية تانية كده قاعدة بالعرض اسمها هوريزونتال سيلز.
الطبقه اللي بعد كده اللي اسمها الانر نيوكليير لاير، زي ما انا عندي في اوتر نيوكليير فيها النيوكليير بتاعه الرودز والكونز، في كمان انر نيوكليير لاير واللي بتحتوي على النيوكليير بتاعه اربع خلايا عصبيه. مين هم؟ الخليه اللي لسه قايلين عليها من شويه الباي بولر، الخليه برضو اللي لسه قايلين عليها من شويه الهوريزونتال، وخليه تانية اسمها اماكراين سيل، والنيوكليس بتاعه الخليه الداعمه بتاعتي اللي هي عباره عن المولر سيل. والطبقة اللي بعد كده اللي اسمها الانر بليكسي فورم لاير، واللي زي الاوتر بليكسي فورم هيبقى بتتكون من ايه؟ من ساينابس. لكن الساينابس هنا ما بين مين ومين؟ ما بين بقى الاكزون بتاع البايبولر سيل، ما بين البروسيسز بتاعت الخلية اللي احنا قلنا عليها اللي اسمها الاماكراين سيل، وما بين الدندرايت بتاعت الخلية اللي هناخدها بعد شوية اللي هي عبارة عن الجانجليون سيل. الطبقة اللي بعد كده اللي هي عبارة عن الجانجليونيك سيل لير، واللي هي بتحتوي على جانجليون سيل، وكلمة جانجليون أخدناها مع السريبرم والسريبيلم من شوية، إن هي معناها ها أي خلية حجمها كبير يجي الأكزون بتاعها ويقوم إيه؟ ويقوم جاي كده متجمع وطالع بره الأورجان بتاعي، وهو فعلا الأكزون بتاعها بيتجمع ويعمل لك الأوبتيك نيرف اللي بيسيب الآي ويروح على البرين. الجانجليون سيل دي بتبقى مترصصة في صف واحد وبيبقى شكلها كده شبه الكمثرى، بقول عليها بايري فورم، والأكزون بتاعها زي ما قلنا اللي هيعمل لك الأوبتيك نيرف. خلينا أقول لك إن الطبقة دي بتحتوي على البلاد فيسل بتاعة الريتنا اللي بتغذيلي مين؟ اللي بتغذيلي الخمس طبقات الداخليين، الداخليين، لأن إحنا قلنا الطبقات الخارجيين الخمسة بتتغذى منين؟ من البلاد فيسلز بتاعة مين؟ بتاعة الكورويد. والطبقة اللي بعد كده عندي اللي هي عبارة عن الطبقة بتاعة الأوبتيك نيرف، الطبقة التاسعة اللي هي قلنا أوبتيك نيرف ما هو اللي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأكزون بتاع الجانجليون سيل. هذا الأكزون بيبقى أنمايلينيتد، بيجي يطلع كده من الخلية بزاوية كده 90 درجة ويتجمع مع بعض الأكزونز وتعمل لي الأوبتيك نيرف. والأوبتيك نيرف ده يجي ويقوم خارم مين؟ ها يجي كده ويخرم لك السكليرة عند منطقة هنا عاملة زي المصفة، بقول عليها اللامينا كريبروزا. اللامينا كريبروزا بتبقى عاملة زي ايه؟ زي المصفة كده بالظبط، ويقوم جاي ماشي وداخل على مين؟ داخل على البرين، وأول ما يدخل بيبقى ايه؟ طبعا بيبقى مايلينيتد. ومين اللي هيعمله المايلين في الحالة دي؟ الخلية اللي بتعمل المايلين في السنترال نيرفس سيستم اللي هي الأوليجو دندروسايت. واخر طبقه عندي اللي هي عباره عن الانر ليميتنج ميمبرين، انا عندي هنا اوتر وعندي هنا انر، والانر ليميتنج ميمبرين اللي هو عباره عن ايه؟ ها اللي هو عباره عن الجزء اللي ملاصق لمين يا شباب؟ ها الجزء الداخلي اللي ملاصق للفيتريس، ملاصق للفيتريس، وهذا الميمبرين ما هو الا عباره عن البيزا اللامينا بتاعه المولر سيل. يبقى اقدر اقول ان المولر سيل دي بتمتد من اول الايه؟ الاوتر ليميتنج ميمبرين لحد الانر ليميتنج ميمبرين. وظيفتها زي ما قلنا خلية داعمة بتدعم لك الخلايا العصبية بتاعتي، لأن زي ما قلنا أي خلايا عصبية محتاجة لخلية داعمة، محتاجة الخلية داعمة تدعمها. ها وعامل إيه كمان؟ المولر سيل بتيجي تفصل لك الخلايا العصبية عن بعضها، يعني بتبقى قاعدة كده في المسافات ما بينها عشان تفصلها لك عن بعضها. ونروح بعد كده على الاكسسوري ستراكشر بتاع الاي، اللي هي اول حاجه عندي الكونجكتيفا. والكونجكتيفا دي يا شباب عباره عن الجزء الشفاف اللي بيبقى جاي مغطي السكليرا، واللي مغطي السكليرا دي بقول عليه البالبر كونجكتيفا اللي احنا خدناه مع الليمبس. والجزء ده بيجي بعد كده ويقوم جاي مغطي لك اهو، يعني هو بعد ما بيغطي السكليرا يقوم جاي كده ريفلكتد ومغطي لك الايه؟ الجزء الداخلي من الاي ليد او الجفن بتاعك، واسمي الكونجكتيفا في الحاله دي اللي مغطيه الاي ليد من جوه اقول عليها البالبيبرال كونجكتيفا. يبقى اذا البالبر اللي مغطيه السكليرا، لكن اللي هي الجزء اللي مغطي الاي ليد من جوه بقول عليه البالبيبرال كونجكتيفا. طب الكونجكتيفا دي بتتكون من ايه؟ من جزئين. اول جزء اللي هو عباره عن الابيثيليوم، والابيثيليوم ده عباره عن ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم، عباره عن طبقات من الخلايا السوبرفيشال 1 بتبقى كولامنر وبيبقى فيها جوبلت سيل، والجوبلت سيل دي بتفرز ميوكس او مخاط. ايه فايده هذا المخاط؟ هذا المخاط بيكون لك جزء من التير فيلم. اللي هو ايه التير فيلم؟ اللي هو زي ما هناخد ان الدموع بتاعتك عباره عن 3 طبقات، طبقة من الميوكس داخلية بتفرزها جوبلت سيل بتاعة الكونجكتيفا، وطبقة في النص ووتري ها اللي بقول عليها التير بقى نفسه اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو التير او الدموع اللي هي بتفرزها اللاكريمال جلاند او الغدد الدمعية، وجزء خارجي عبارة عن اويل دهون وده بتفرزه غدة هناخدها بعد شوية في الايليد اسمها مايبوميان جلاند.
الابيثيليوم اللي هو ستراتيفايد كولامنر ده بيجي يتغير لنانكراتينايز ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم عند الجانكشن ما بين الكورنيا وما بين الكونجكتيفا، وعند ايه الجانكشن ما بين ايه الكورنيا والمارجن بتاعه الايه بتاعه الايليد، لان احنا زي ما قلنا اي حاجه هتبقى قريبه من حاجه لازم بتاخد اللايننج ابيثيليوم بتاعها. وتحت الابيثيليوم بلاقي فيه ايه؟ بلاقي فيه لامينا بروبريا لوس كونكتيف تيشو اللي بتحتوي على البلاد فيسل اللي بتغذي لك الابيثيليوم. وزي ما احنا خدنا وعرفنا ان الكونجكتيفا دي من وظائفها ان هي هتيجي تفرز لك المخاط، هذا المخاط هيعمل لك تشحيم لوبريكيشن لسطح العين عشان لما يجي الاي ليد يتحرك ما يحتكش بالعين. تاني حاجه ان هذا السكريشن او الميوكس وجدوا فيه ايه؟ وجدوا فيه لايزوزايم اللي هو بيكسر لك البكتيريا الول، فبالتالي هو لو اميون فانكشن. تاني ستراكتشر عندنا اكسسوري اللي هو عباره عن الاي ليد او جفن العين، وجفن العين لما اجي اخد فيه كده مقطع عرضي هلاقيه بيتكون من ايه؟ من شاطر وبشتور وبينهما مسل وترسل بليت. الشاطر اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن السكين سيرفيس اللي هو عباره عن ثين سكين اللي هو هذا الجزء، والمشتور اللي هو عباره عن البالبيبرال كونجكتيفا اللي انا لسه قايله لكم عليها اللي هي الكونجكتيفا اللي ايه اللي هتغطي لك الاي ليد من جوه. وهذه الكونجكتيفا زي ما احنا خدنا عباره عن ابيثيليوم ولامينا بروبريا، يعني عباره عن غشاء مخاطي. وما بينهم زي ما قلنا هتبقى فيه اولا المصل، والمصل هنا عباره عن ثلاث انواع او ثلاث مجموعات من المصل. اتنين منهم بيبقوا سترايتد مصل، ها فولانتري مصل اللي هي عباره عن المصل بقول عليها الاوربيكولاريس اوكيلاي، ودي وظيفتها زي ما انتوا خدتوها في الاناتومي بتقفل لك الاي ليد. والمصل الثانيه اللي بقول عليها الليفيتور بالبيبري سوبريوريس، وهذه المصل وظيفتها ان هي بترفع لك الاي ليد، عشان كده هي موجوده فقط فين؟ في الابر اي ليد. تاني نوع من المصل عندنا اللي هي عبارة عن سموث مصل، عضلات غير إرادية اللي بقول عليها السوبيريور تارسال مصل، أو ليها اسم بنقول عليها المولر مصل. المولر مصل خلي بالك أنا عندي مولر مصل وعندي فيه المولر سيل اللي احنا لسه واخدينها من شوية، فما تلخبطش ما بين الاتنين. المولر مصل دي في الأيليد، ها، لكن المولر سيل اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في الريتنا. والمولر مصل دي ها بتيجي وتقوم ماسكة فين؟ في السوبيريور تارسال بليت، في الجزء الترسل بليت اهو الجزء ده، فعشان كده اتسمت سوبيريور ترسل مصل. هذه المصل وظيفتها ان انت بعد ما تيجي ترفع الاي ليد بالليفيتور بالبيبري سوبيريوريس، هي المصل دي اللي هي المولر مصل هتفضل محافظه لك على الاي ليد مرفوع، على الاي ليد مرفوع. اتفقنا شباب؟ طيب تعال على الترسل بليت. الترسل بليت ده عباره عن ايه؟ عباره عن بليت كده طبق من الدنس كونكتيف تيشو، بتبقى قاعد فيه جلاند اسمها المايبوميان جلاند او اللي بقول عليها الترسل جلاند، ودي مهمه جدا وبتتسالوا فيها كتير. المايبوميان جلاند دي عباره عن ايه؟ عباره عن سبيشيس جلاند، يعني غدد دهنيه ولكنها ايه موديفايد، اتعدلت كده، بحيث ان انت لما تيجي تبص عليها هتلاقيها اولا بتلاقيها مطوله، تاني حاجه انها غير السبيشيس جلاند اللي احنا درسناها قبل كده لما كنا بنقول ان هي بتبقى ايه؟ بتبقى قاعده جنب هير فوليكلز، هنا ما بتبقاش ريليتد لهير فوليكل، وبتيجي تقوم جايه فاتحه في ضغط كده مطوله. الضغط دي ها بتيجي وتقوم جايه فاتحه في الفري ايدج بتاعه الايليد. يعني ايه الفري ايدج؟ يعني انت عندك المارجن بتاعه الايليد بتاعتك اللي بيطلع منها الرموش الايلاش، الجزء اللي بيطلع منه الرموش ده اهي ماسك طالع منه الايلاش زي ما انت شايف اهو، في جزء وراه ما فيهوش ايلاش، فالجزء اللي ورا اللي ما فيهوش الرموش ده هو ده اللي بتيجي تفتح فيه القناه بتاعه المايبوميان جلاند. خلينا اقول لك ان وظيفه المايبوميان جلاند دي ان هي بتسكريت مين؟ ها اللي انا لسه قايله لكم عليه، الجزء الدهني الزيتي بتاعه التير فيلم اللي وظيفته ان هو يمنع لك التبخر السريع لايه؟ للدموع، عشان تفضل عينيك مالها، ها ما يحصلش فيها جفاف، تفضل على طول ايه؟ هايدريتد. واخر جزء عندنا اللي هو عباره عن اللاكريمال جلاند او الغدد الدمعيه اللي هي بتفرز لك الووتري بارت بتاع مين؟ بتاع التير فيلم بتاعك، الووتري بارت بتاعه ايه؟ بتاعه التير فيلم. هذه التيرز وظيفتها ان هي هترطب لك عينك،
عشان ما يحصلش فيها جفاف. وظيفتها ان هي هتعمل لك تشحيم او لوبريكيشن اثناء حركه الايه الايليد على الكورنيا عشان ما يحصلش ايه ما يحصلش احتكاك. ثالث حاجه ان هذا التيرز بيحمي الكورنيا لان هم برضو وجدوا فيه ايه وجدوا فيه لايزوزايم اللي هو لسه قايلين عليه زي الكونجكتيفا، وجدوا فيه حاجه اسمها سيكريتوري ايميونوجلوبولين اللي هو عباره عن الانتي بودي لنوعه انتي بودي ايه او ايمينوجلوبولين ايه اللي هو بيبقى موجود في السكريشن بتاع الجسم. طب يا ترى ايه مسار التيرز او الدموع دي بعد ما بتفرز من اللاكريمال جلاند؟ عندي ايه يا شباب، اللاكريمال جلاند بتيجي تطلع السكريشن بتاعها على ايه، على العين بتاعك. بعد كده هذا السكريشن يقوم جاي رايح في كانالي كيلاي، بقول عليها اللاكريمال كانالي كيلاي، قنوات صغيره كده بالمنظر ده، ومنها يروح على جزء دايليتد كده بقول عليه اللاكريمال ساك، ومن اللاكريمال ساك بيمشي في قناه بقول عليها النيزو لاكريمال داكت اللي بتيجي بعد كده وتقوم ايه فتحالك او مفضيه فين، في النوز، مفضيه في النوز. وزي ما قلنا فعلا انت حضرتك لما بتيجي بتعيط بغزاره ها بينزل ايه من النوز بتاعتك ديسشارج، الديسشارج ده عباره عن الايه الدموع الزياده اللي هي ايه دخلت عن طريق الكانالي كيلاي للساك لايه ها للنيزو لاكريمال داكت للنوز. اتفقنا شباب؟ كده نبقى خلصنا، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.